بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الحضور كلفوا أنفسهم أجوا على المحاضرة، وأرجو أنه ما خيب أملكم وأنه تسمعوا أمور جدية، وأنه يعني بنهاية الأمر يعني ما تقولوا لي الله لا يعطيك عافية، بس يعني ما هو السؤال الأساسي، لماذا أنا دكتور مهندس ما لي خريج أزهر ولا لي خريج شريعة، وأصلا إذا بدي أدخل كلية شريعة ما بيدخلوني من الباب بالأصل، ما بيدخلوني، وليش أنا تصديت لهذه العملية بالأصل؟ ليش الواقع هي إلى جذور من أنا بالثانوي والإعدادي، أنه كنت أحضر خطب الجمعة واسمع الخطيب كلامه غير مقنع، أنا ما اقتنعت، واسمع روح بحكم العادة اسمع الخطبة، وأحيانا تتحول الخطبة إلى جلدة عم يجلدنا، هاي الخطبة كانت، فكلام أقل ما يقال عنه لا يستحق أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبي يبلغنا هالكلام، ما بيستحق أصلا. وسافرت إلى الاتحاد السوفيتي ب 11 آذار سنة 58، كان عبد الناصر بسوريا، أول ما أجى على سوريا الوحدة كانت جديدة، وصار هوايز سياسي ناصري وحدوي ناصري، رأت على روسيا، كانت أول وجبة سورية بشكل عام، ما في عرب كان بالاتحاد السوفيتي إطلاقا، يعني نحن كنا أول ناس هنيك. تفاجأت أنه بالفلسفة الماركسية، اسمع الفلسفة الماركسية وقوانين الجدل والديالكتيك وتاريخ الحزب الشيوعي ولينين، حتى هيجل ما يحكولنا عليه، بس لينين كنا نتناقش نحن وياه. والواقع الماركسين عندهم حجة، في لوجيك عندهم، يعني في شيء يطرحوه، بس الشيء الأساسي كان ما في هالشيء، كان بالأعين، فقع الأعين هي شعار كثير اسماء الزيت منه عندهم، أن الحزب هو شرف وضمير وعقل الشعب، هو شرف وضمير وعقل الشعب الحزب، هذا كان شعار مرعب، يعني انه الحزب هو شرف الشعب والحزب هو عقل الشعب والحزب هو ضمير الشعب، وطلع مو صحيح الكلام. بس كان نود نتناقش انا وياهم، انا كانت ثقافتي الدينية عادية جدا، صحيح من عائلة محافظة انا، بس احيانا كثير يعني وقف هيك يقول يا رب لك انت قلت فلله الحجة البالغة ولو شاء لهذاكم أجمعين، سورة الأنعام، طيب ماني شايف الحجة البالغة وينها؟ يعني أنا واقف وقلت وين الحجة البالغة؟ اقرأ المصحف وماجي شايف في حجة بالغة وينها؟ وهالسؤال ضل بذهني، إنه الحجة البالغة عم يقولوا إنه عنا حجة بالغة بس أنا ما شفتها. لا رجعت على سوريا سنة 64، تعينت معيد في كلية الهندسة المدنية، لا صارت حرب 67، كنت في دمشق، حرب 67 كانت الضربة القاسمة. أولاً أول يوم بالحرب بيطلع رئيس الدولة السورية بيقول سنجعل من الأسطول السادس تعمل السمك، بالراديو قالها، أنا ما عم بفتري عليه، هيك قال. بيطلع ياسر عرفات بيدعو الأمة العربية إلى وليمة في فلسطين، يعني تحررت خلص، يعني تعوا كلكم على الغداء، وليمة في فلسطين كمان علناً. طلعت الأغاني ميراج طيارك هرب والميك بتحدى القدر وعبير الجعبي خرطوش وهيقلي هالبارودة بيكلفني 5 قروش بيقرب صوب حدودة، طلع هيك يا حد، ضلت مهزلة 5 أيام. بعد 5 أيام بينت العملية، طلعنا عايشين أخدوعة بشكل مرعب، ومشاريع، وتأكد تماما أنه كل مشاريع الحداثة في الوطن العربي كانت وعودها، هي كانت مشاريع رومانسية مو أكثر، يعني كله طرح رومانسي من سجي الأرسوزي لحسن البنا، الإسلام والحل والحزة كله رومانسية من أول إلى آخر، إن كانت يمين ولا يسار ولا بعد
أول خطبة جمعة كان حرب يوم الثاني بدي 5 حزيران بينت بعد جمعة 11 حزيران الخطيب رحنا على الجامع وقف الخطيب عم يقول هزمنا في حرب حزيران لأن النساء كاسيات عاريات. قلب الحرف الواحد حلا ان طلعت مشكلتنا شي 20 طوب قماش مشتريون لبس النسوان خلاص انتهت للصف. وشفت واحد الشيوعي بعد يومين قال لي انهزمنا لانه نصوم برمضان. فقلت له لعنة الله عليك وعلى امام الجامع انتوا اثنين واحد يمين وواحد يسار بس انتوا اثنين اقلع من بعض. طلع في مشكله وقتها ان هناك مشكله في العقل العربي مشكله كبيره كثير. عقل مستقيل 100% هذا العقل مستقيل قدم استقالته من قرون طلع ما عم يشتغل. وفي سبب اساسي بدي ارجع له بقى الثقافه انه في عندنا ثقافه. منين نشأت هي الثقافه؟ بديت ابحث انه انا بدي احلها بقى ما بدي بعتمد على هذا اخي انا بدي احلها. جيت اخذت الاطروحات انه اخذت انه الثقافه الاساسيه حتى المسيحيين في البلاد العربيه ثقافتهم اسلاميه يعني في ثقافه بالبلد هي للكل موجوده. طيب هذا العقل اللي هو العقل الجمعي العربي كيف تكون حتى هيك بيفكر؟ انه ما عنده ربط بين المقدمات والنتائج اطلاقا ما في اي ربط. اخذت لقيت انه الاساس هو اساس الثقافة هو المصحف. وبالمناسبة عندما بدأت بدراسة المصحف كان ذهني خالي من كل شيء. شايفين الكتب الخمسة هاي ما في ولا فكرة بذهني كانت منهم اطلاقا. يعني مو انه عندي شيء بدي برهن عليه لا عندي شيء انه هاد شو بده انه هو شو بده مني طيب بدي اقرأ. بس اعتمدت على امور تالية. انتم تقولون هذا من عند الله ماشي انا موافق ولكن الاله اللي انتم تقولون هذا من عندي هو خالق السماوات والارض دوري بالكم هو نفسه. نحن بنشوف الطبيعه دقيقه كثير كثير في دقه بالطبيعه الالكترون والبوزيترون كذا كله ما في لخبطه كله مزبوط. طيب لازم يكون صياغته مو اقل دقه من صناعته. انا ما بقبلها لا ما بقبل تكون صياغته اقل دقه من صناعته. يعني ما بقبل يكون الله اقل دقه من طبيب انجليزي او من عالم رياضيات امريكي او من عالم فيزياء الماني ما بقبل. على الاقل نفس الدقه على الاقل. فمعناتها بدنا ننظر له. افترضت الفرضيه التاليه ان الرسول الاعظم مات من يومين وترك النهار. يلا قروا لشوف. بس نحن بالقرن العشرين وقت بديت كان القرن العشرين انت بالقرن العشرين ها وهذا هلا بدك تقرا انت شو بدك تفهم فيه؟ هون حطيت بقى ضليت حوالي 8 سنوات وانا اقرا تراث وبديت العمليه وانا عم ساوي الدكتوراه ب 68 رحت على ايرلند بدبلن وساوي الدكتوراه بالهندسه المدنيه. بالمناسبه دراستي للدكتوراه وقوتي باللغات وبالرياضيات كثير ساعدتني. اللغات مطوعه لي تماما وقت بدرسها والرياضيات مطوعه. ف يعني انا عم ساوي الدكتوراه وعم بدرس مع الوقت نفس الوقت عم بدرس ما كان يسمى القران ذاك الوقت بسميه. عرفت تماما انه مجالي لازم كنت ادرس فلسفه ما ادرس كنت هندسه بس كان الفات الاوان يعني. ومنيح انه الهندسه درستها كثير ساعدتني وعطتني اليه كثير كويسه. شو ضليت حوالي لسنة 75 وأنا بقرأ تراث ما في شيء مقنع يعني ما في شيء مقنع لحد سنة 78 لحتى اجتمعت بأستاذي الدكتور جعفر دكلباب هو
عالم لسانيات، قال لي شوف يا محمد، قال لي ما في لسان بالارض فيه مترادفات، انتبه اوعك. هلا هون انطلقت انا اقبل الترادف من شاعر، بس بالقران ما بقبله، ما بقبله بالقران. الشاعر اذا حط، اذا عنده قصيده بائيه قال اب، واذا عنده قصيده داليه قال والد، بالنسبه له مثل بعض. بالمصحف لا، بالمصحف قال الوالدين غير الابوين، والوالدات غير الامهات. قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم، لا تعني والداتكم، انتبهوا، تعني امهاتكم، هو يعني امهاتكم لا يعني والداتكم. متى ما انطلقنا طلع ترادف ما في. اثنين، حشويه بكتاب الله ما في، يعني حرف زايد ما في، لا تقول لي حروف زايد ما في، يعني انتم بتقولوا ما بعد اذا زائده، بالمصحف في ما بعد اذا، اذا مو زايده، معناتها الله عنده حشويه، عم يحط لنا حرف ما له طعمه، ما بصير، ما بنقبل، لازم نلاقيها. يعني قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، الماء مو زايده، عند الشاعر زايده يصطفل، بس هو مو زايده، بدي اعرف، بدي اعرف ليش حطها. تاء بين استطاع واستطاع، هالتاء زايده هي مو زايده، المعنى موجود في استطاع غير موجود في استطاع. اثنين هدول، الاله غير الرب، والرحمن غير الرحيم، هالامور هي هالزوايد هي. اثنين، القران ما في عبث، انتوا لا لا تصوروا لنا المشكله، صوروا لنا القران وبلاغته انه صار مباراه بين الله والشعراء، ام الله غلط هيك صوروا لنا، انه وقفوا تباروا بين بعضهم، ام راح عضلوا عضلات راح الله طحش عليهم، لا مو هيك. هلا هون بيحطوا لانه كانوا العرب اهل فصاحه واهل بلاغه، وراح اعجزون، اخي نحن ما لنا اهل فصاحه ولا لنا اهل بلاغه، حلوا عنا بقى، هيك بتطلع. اياكم تفكروا بالشعر وقت تقروا المصحف. الشعر فيه ثلاث مشاكل، بالمصحف مو موجوده، الشعر لا يعيبه الكذب، والشعر لا يعيبه الترادف، والشعر لا يعيبه الحشوية. يعني الشاعر يقول 100 بيت شعر هو بيت القصيد واحد والباقي كله حشو. ولهسبب قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن، وبنعمل لكم اللي كديروا بالكم هذا مو شعر، انتبهوا، وراحوا معاملين معامل شعراء. هلأ واحد بيقول لي كيف، انتبهوا، شوف المعرفة أسيرة أدواتها كثير مهمة هي. طيب كيف مثلا فقيه مثل الشافعي ما انتبه على الفرق بين الاب والوالد؟ قلت له طبعا ما راح ينتبه، لانه اذا هو عمره 10 سنين حافظ 10,000 بيت شعر مستحيل ينتبه، مستحيل، مستحيل ينتبه على الفرق، لانه العقليه الشعريه طغت عليه، ما عاد يقدر يشوف الفرق، ما عاد يقدر الشافعي يشوف انه الارث للوالدين للابوين والوصيه للوالدين، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك، الوصية للوالدين والأقربين، عمو الأبوين وعمو الوالدين، ما شافه، لا ألومه، لأنه العقلية الشعرية بتطغى. لا سبب إذا كان واحد شعري وقوي بالشعر لا لا يقرب على المصحف، لأنه ما راح يشتغل معه. العبثية بالمصحف مين انتبه عليها؟ العرب انتبهوا عليها. هلا لمسيلمة الكذاب ليش قالوا له كذاب؟ هو مو كذاب، هو مو كذاب. هلا وقت قال لهم الفيل بنبو قصير وخرطومه طويل، وين الكذب؟ ما كذاب الزلمه، هو صح عم يحكي، وبلغه سليمه وبسجع وباللغه ما اوكنها، ما عنده اخطاء، والتركيب اللغوي سليم عنده، ما في اي شكل، ما في اي مشكل، ومثل قس ابن ساعدة وكذا كلهم عندهم سجع وكذا، تقول لي لا باللغه مضبوطه، بس هن في شغل عنده. قالوا له انت كذاب بالنبوه، قال له النبوه غيبيات لك عيني، قال له انت عم تقلنا على شغله بنعرفها. يعني واحد اجى قال لهم قال لهم قال لهم باراك اوباما انتخبوه رئيس امريكا، مضبوط، بس قال لهم الله اوحى لي الكون انه باراك اوباما انتخب، قال له كذاب، لا ما حوح لك، هون قالوا له كذاب،
وقت قال له النبي، قالوا له كذاب، قال له النبي غيب، النبوة غيبيات، انت ما جبت غيبيات، انت جبت لنا بنحصد وبنزرع وبنطحن طحن. ايه مزبوط، كله مزبوط، بس هي مو غيبيات لسبب. بالتنزيل الحكيم ما في عباس، يعني مثلا انه قال لك بسورة المؤمن وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصخب للآكلين، بيجي طلع على التفسير قال عملك على شجرة الزيتون، تاخذوا الزيتون تطحنوه بيطلع منه زيت بتاكلوا خير ان شاء الله. شو عم تقلنا انت؟ نعرف شو النبوة هي، انت شو عم تقلنا انت؟ يعني وين الخبر؟ وين النبوة؟ انت عم تقلنا انه شجرة، عم تقلنا عم هيك فتسروا انه شجرة زيتون بيطلع منها زيتون والزيتون بيطلع منه زيت، ايه بنعرف انه هذا مزبوط، بالزيتون بيطلع منه زيت ونغمس الخبزة قاعد تتلون، ايه غير ان شاء الله، وليش عم تقلنا؟ معناتها بدنا ننظر للآيات كثير نظرة جدية كثير، انه مو هيك، انه هو شو عمل لي؟ معناتها في منهج صار، عدم الترادف، الحشوية غير موجودة، والعبس غير موجود. يعني في شيء دائما بدي اقول لي اياه، يعني المسكوت عنه دور عليه. عندما يتكلم المخاطب المتكلم مع المخاطب لا يقصد افهامه معاني الكلمات مفردة، انما هو النظم. يعني وقت رب العالمين بيقول لك وحلائل، بالتحريم محارم النكاح، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، يعني في ابناء من اصلابنا، انتبهوا، يعني في تبني، انتبهوا في تبني، يعني لانه قال وحلائل ابنائكم الذين، اذا كان ما في، اذا كان ابناء الاحتمال الوحيد انه الابناء من اصلابنا، ليش قالها؟ ليش قالها؟ اذا ما في احتمال وحيد، يعني اذا انا قلت لك اذا بالدنيا كلها ما في غير تفاح اصفر، وقلت لك اعطيتك تفاحه صفراء، ليش عامل لك صفراء ما في غير اصفر اصلا؟ صار في حشويه بالنص. يعني وقت قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وبالتالي هناك ابناء ليسوا من اصلابكم، يعني اذا ابنك من صلبك تزوج وحده ما بيصير انت تاخذها ولو طلقها، اما اذا ابنك متبنى وتزوج وحده وطلقها بتقدر تاخذها، هيك معناتها، يعني في تبني بس من هي راسا بيتنبع. ولا هي الجمله ما لها اي معنى، بصير ليش عاطتها؟ مثلا الله حرم الاسم والبغي بغير الحق، معناتها في اسم وبغي بحق، ما في مجال. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق، معناتها في اسم وبغي بحق. وقال له ليش انا وقت حكيت على السرقه الله حرم السرقه؟ زفولي اعطوني النص تحريم السرقه، ما في هون تحريم السرقه، قال له السرقه هي البغي بغير الحق، هي البغي بغير الحق، هي السرقة. فهي يعني هي مفصلها بعدين. الاثنين قناعتي تقوم على مسلمة واحدة فقط، اللي بيقول لك معلوم من الدين بالضرورة، مسلمة واحدة فقط. المسلمة الأولى أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر عندي مسلمة، مو استسلام، الله ما طلب مني استسلم، الله طلب مني أنه أعتبر الله واليوم مسلمة، أكسيوم. يعني 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 كثير الإسلام في كثير في لباقة، أنه استسلم، لا ما أعمل لك استسلم، أعمل لك هي مسلمة. والمسلمة انتبهوها كثير هي مهمة، المسلم يقول لك العدو الألم يدعو إلى الإيمان، بقول له ويدعو إلى الإلحاد كمان، لا حدا يزاود. الملحدين ما لهم مجانين، الألم يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى الإلحاد. المسلمة هي الأمر الذي لا يمكن البرهان عليه بشكل كامل علميا، ولا يمكن دحضه علميا، يعني أنا ما بيقدر حدا يحط لي أنه الله مو موجود علميا، ما بيقدر ما بيقدر، يعني الملحد ما بيقدر يبرهن انه الله ما في. وين هي بتشوفوها كثير دقيقه؟ بتشوفوها بستيفن هوكينج، 3 دقائق وقت حكى امر الكون، باخر الكتاب حاطط ستيفن هوكينج، هذا اكبر عالم كوسمولوجي في العالم الان،
حاطط شو الارجومنت هل في الله مقابل كل ارجومنت في الله، حاطط ارجومنت ما في الله مقابلك فرجاهم اتبع طلعوا مظبوط. ليش؟ قال له لانه بالاسلام بالايمان بالله واليوم الاخير لازم يساوى اينشتاين وبياع الفول. كان لازم يساوى مسلمة يعني انه انا مؤمن بالله واليوم الاخير، مالي اينشتاين ماله احسن مني، كله مثل بعض، هاي مسلمة. وهذا انا بشوف فيها عدالة رب العالمين، انه 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 كل واحد يعني يتعلم، اللي ما تعلم ما امن وهذاك امن. لا، قال له هاي مسلمة، لا يمكن البرهان عليها علميا ولا يمكن تحطوها علميا. انتبهوا لسبب، انا اتمنى انه اقعد مع واحد ملحد، انا ما بحاول برهن على وجود الله ابدا، انا بقول له ليش انا مؤمن بس، هو يلي ليش هو ملحد بس، ما بدي اكثر من هيك، وما بقول له قال تعالى هي مبتوتة. اثنين، انا اصدق في تسليم وفي تصديق، انا اصدق ان محمد رسول الله، صدقت بانه رسول الله، وصدقت بان ما احتويت المصحف من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة الناس هي وحي بالنص والمحتوى، انا صدقت ذلك. هذا ايمان تصديق اسمه، انا صدقت سلمت بأن الله في اليوم بالله واليوم الآخر، وصدقت برسالة محمد المصطفى. بنفس الوقت القرآن الكريم لا يعتبر دليلا علميا، كنت غلطوا، القرآن الكريم دليل إيماني تقوم به الحجة به على من على أتباعه، على من آمن به. يعني انا بقول له والله لقول لابوزي لقوله تعالى، بيقول لي لا يا شيخ شو لقوله تعالى، انت شو عم تحكي؟ لا، هذا دليل ايش؟ دليل ايماني تقوم الحجه به على من امن به، وعلى اتباع الرساله المحمديه تقديم الدليل على مصداقيته. والدليل على مصداقيه هذا التنزيل ليس من الضروري ان تكون على لسان صحابي او تابعي او فقيه. التاريخ الإنساني ككل التاريخ الإنساني كله هو صاحب الحق في إظهار مصداقية الرسالة المحمدية، مو التاريخ العربي ولا التاريخ الإسلامي، التاريخ الإنساني كله من اليابان للوس أنجلوس، هو تسلسل هذا التاريخ هو بيظهر مصداقية هذه الرسالة. نحن شو أتبع؟ نحن ننظر لسبب في شغلة هامة بيجوا هلأ طلعت الإعجاز العلمي في القرآن. معلش يعني لي شوي ملاحظة، إنه كل شيء اكتشف موجود آيات في القرآن مو أنتوا اكتشفتوها، ولا هي شاب تصدق أنتوا وين كنتوا؟ مو أنتوا يعني أنتوا عم تقولوا لازم كل شيء اللي عم تحكوا مو أنتوا مالكن علاقة فيه، اللي اكتشفوه مو أنتوا. لا، وكمان ضافوا عليها والسنة، كمان إعجاز علمي في السنة. ولكن سؤال الآن، كون القرآن جاء من عند الله وفيها الصفات هي، ألا يوجد في القرآن ها نستطيع أن نستنتج من القرآن نظرية في المعرفة الإنسانية؟ ما عم بك على إعجاز علمي، أنا عم بك على نظرية المعرفة، ولا عم بك على العلم مو الإعجاز العلمي، عم بيقولوا له theory of knowledge. هل يوجد في القرآن نظرية نستطيع أن نستنتج نظرية في المعرفة الإنسانية تؤهلنا أن نطلع على الفضاء ونخرج جسم الإنسان ننزل لقاع البحر؟ في هيك شيء ولا ما في؟ هذا أول شيء دورت عليه، أنه في نظرية بالمعرفة، لأنه لاحظت أنه المجال الفلسفي، لاحظوا أي فلسفة بالدنيا ما فيها نظرية بالمعرفة كبة، أي مو فلسفة، كلام فاضي. وتمنيت إنه شي حركة عربية بالقرن العشرين تحكي بنظرية المعرفة شوي. حتى عم بسأل واحد بعثي، قلت له لك شو رأيكم أنتم بنظرية المعرفة؟ قال لي نحن بنحب الرياضيات والفيزياء. قلنا له إيه خير إن شاء الله، قال بيحب الرياضيات والفيزياء. هلا السؤال الأساسي،
اخذا بعين الاعتبار انا انه ترادف ما في، حشوية ما في، الدقة متناهية لا تقل عن دقة الصناعة، هذا حطه امامي، حشو ما في، عبث ما في، في شيء هام عم يقول لك يا. اول شيء الوجود خارج الوعي، والوجود هون أي هون تبدأ نظريك المعرفة، الوجود علاقة بين الوجود في الأعيان وصور الموجودات في الأذهان، هاي نظرية المعرفة. كيف بالقرآن فيه هيك شيء ولا ما فيه؟ يعني أعطيك هيك شيء ولا ما أعطيك؟ إنه الوجود خارج الوعي، وهذا الوجود لحتى يجي بوعيك. شلون تاري شو هذا العمود الفقري طلع؟ مو أي كلام. طلع بدنا نلاقي الأزواج الثنائيات التالية: الحق والباطل، الصدق والكذب، الخطأ والصواب، الحلال والحرام. هذول مو مترادفات. الباطل مو يعني حرام. الحق حتى أشوف الحق في المصحف له معنى دقيق جدا. الحق هو الأوبجكتيف تروث، الحق هو وجود الأشياء خارج الوعي الإنساني، هذا الحق. وين شرحها؟ يوسف صاف منام، هون المنام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس ورأيتهم لي سالي. وين شافها؟ هون بآخر سورة يوسف قال له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. المنام اللي هون شو صار؟ شو شافه أمامه؟ قد جعلها ربي حقا. صارت مو هون، صارت هون برا. إذن قال لك الوجود خارج الوعي والوجود في الوعي. الوجود خارج الوعي هل هو حقيقي أم وهمي؟ هذا السؤال اللي طرحته أول ما طرحه الإنسان، تصوري أم حقيقي؟ قال لك لا حقيقي. أم قال لك في وجودين حقيقيات خارج الوعي الإنساني، إن الله هو الحق. عميق الحق مو حلال، الحق وجود. قال لك الله مو اختراع إنساني، الله مو اختراع الفكر الإنساني، مو انتو اخترعتوه، الله موجود برات فكركم، هو وجود موضوعي. ان الله هو الحق، وان ما تدعون من دونه ما قال وان ما دونه الباطل، كان صار كل شيء وهم. الباطل هو الوهم، هو عكس الوجود تمام الموضوعي، الوهم. قال لك وان ما تدعون من دونه الباطل. قال لك الثاني، قال لك الوجود الكوني، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، قوله الحق، يحق الله الحق بكلماته. هلا صار الأمور واضحة، أنه في وجود خارج الوعي هو الوجود الإلهي حقيقي، والوجود الكوني وجود حقيقي مو وهمي. هذا موقفنا صار، أنه نحن محاطين بوجود حقيقي. الوجود الأول هو الوجود الإلهي، والوجود الثاني هو الوجود الكوني المادي كله. طيب السؤال الآن هون من أم تجي ثنائية الوجود ووحدة الوجود؟ مشكلة كتير دقيقة هون. يعني إنه الوجود حقيقي، شو قال لك؟ انتبهوا، الله خلق السماوات والأرض بالحق، أو عكسها، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا مو هم، انتبه. قال لك يحق الله الحق بكلماته، قوله الحق. إذن علاقة رب العالمين بالموجودات بالله هي علاقة الكلام، الكلمات بالمتكلم. الوجود هو كلمات الله، هذا الوجود. هي مشكلة المعتزلة وأحمد بن حنبل ما كانوا يعرفوا يحلوها، هن اثنين خربطوا بين كلام الله وكلمات الله. طول المشكلة، كلام الله شيء وكلمات الله شيء ثاني. الوجود هو كلام الله، يحق الله الحق بكلماته، قوله الحق. هلا قوله وجود موضوعي، ليش؟ افتحوا لي المصحف، في آية واحدة فيها أحكام فيها قال الله افتحوا وشوفوا ما في؟ يعني ما في قال الله صوموا. تعرف شو معناتها؟ معناتها ما في واحد ما بيصوم، انتبهوا صادقا. يعني الجاذبية الأرضية كلمة، عرفتوا شو معنات الكلمة؟ أنا كلمة، المسيح كلمة، هذا الوجود. الوجود كلماته،
والقرآن كلامه لسبب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع. طيب شو علاقة الكلام بالمتكلم؟ قال له علاقة أنه كلام الله صادر عنه وليس جزءا منه، مثل كلام المتكلم. هون انتبهوا، هون نجي لمفهوم قبل ما احكي بقى كيف نحن نستوعب الكون، هلا مفهوم الثنائيه، نجي لمفهوم الوجود والعدم. الكون وجود. طيب قبل الكون في الله. طيب بيقولوا خلق الله الوجود من العدم. طيب انتوا ليش بتعرفوا شو هذا العدم؟ حتى تقولوا لي يعني اول شيء عرفوا لي اياه، هتعرف انه شو عم تحكوا. يعني اذا ما عرفتوا العدم شو معناته؟ يعني شو عم قال لي انت شغله ما معرفه. العدم له تعريف. العدم هو وجود الدال بدون مدلول، هذا العدم. يعني الشمس في علم الله ما في بعلم الله شمس، بس الشمس كانت مو موجوده. يعني كانت الشمس بعلم الله دال، خلق الشمس صارت كلمه الله هي عين الشمس، هي المدلول. الكلمة والمدلول واحد صاروا. يعني عند الله ما في كلمة اسمها شمس هي شمس، الشمس عين الشمس هي كلمة الله. كلام الله هو عين الموجودات، كلمات الله هي عين كلامه، كلمات الله هو عين الموجودات. يسوع قال لك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. إن احنا الأحكام نبدلها، لأن الأحكام مو كلمات الله، لا مبدل لكلماته، ما بتبدل. يعني قوانين الوجود هي كلها كلمات، والوجود وقوانينه هي كلمات الله. انتم عم تدرسوها كلمات الله، مفرداتها الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والكوسمولوجيا، هي مفرداتها كلماته. هلا شوفوا وين دليلي انا انه الانسان اخذ شغله من الله مباشره. هلا بنشوفها وين. نحن هلا الوجود امامنا. طيب كيف نستوعبه؟ بدأ الوحي لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إيش واحد بداية فصيحة إنه الله كلامها وكلم الله موسى تكليمه، هذا بداية الوحي لموسى مباشر. طيب بداية الوحي للرسول العظام اقرأ. إيش يعني إيش خير إن شاء الله شو بده؟ لا وهن إذا بيهموا اقرأ فك الخط، ماتوا ما أرى. إذا بيهمون بمفهوم اقرأ فك الخط يعني ماتوا وما أرى. شوفوا بداية الوحي عطاء مفتاح المعرفة الإنسانية. هذه المفتاح لا يمكن للإنسانية تستغني عنها إلى أن تقوم الساعة، وهي أساس كل العلوم والأبحاث في العالم الإنسانية والطبيعية. قال له اقرأ فعل أمر. هلأ بقول لكم ليش فعل أمر. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هلأ أول شيء اقرأ فعل أمر، والقراءة هي العملية التعليمية مو فك الخط، هذه كلمة تلاوة. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب وما تخطه بيمينك، ما بيخط. خلق، أعقد ضمن الخلق والوجود من العدم، الخلق والديزاين، الخلق والتصميم. خلق الخياط القميص من القماش، يعني جاب الخياط لقماش فتكة وقال هي الأبة وهي الكمام، فصلها. لسبب قال لهم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، خلقكم من الطين، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. جيب لكم 20 آية خلق من، منين جبتوا لي خلق يعني من العدم؟ منين جيت مع بحريف؟ يعني بالمصحف كله خلق من في ألا 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 بيجوا السادة الفاضل أي الخلق هو الإيجاد من العدم. إحسن أنتوا عرفتونا العدم أصلا، حتى تقولوا لي عرفونا العدم أول. خلق الإنسان من علق. العلق شو هي؟ هون نجي. علق جمع في علقة واحدة، ثم أنا علقة يعني هي علقة واحدة، يعني علقة الحيوان المنوي بالبويضة هي علقة،
علاقات جماع، علاقة جماع الجماع. قال له الإنسان، تصميم الإنسان، هذا الإنسان تم تصميمه من مجموعة من العلاقات، مو علاقة واحدة، مجموعة من العلاقات. هل انتو بتقولوا العلاقات فيزيائية وكيميائية وطبيعية وبيولوجية وما شو، هي انتو بتقولوا لها، هي هي العلاقات، هل منها تم تصميم الإنسان. طيب قال له ماشي، هي علاقات هيك موجودة بالطبيعة، طيب نحن كيف نفهمها؟ قال له قلمها. شو قال له؟ قال له قلمها. ما في طريقة، الطريقة الوحيدة هي للمعرفة الإنسانية هو التقليم. قال له كيف قلمها؟ قال له شغلة واحدة، قال له بتميزها شغلة عن شغلة، بتقلمها بتسقفها سقف سقف. يعني بتروح انت لقلم المرور، في شيء اسمه قلم المرور، القلم يعني مو هاد. قال له في شيء قلم المرور، قال له بتلاقي بقلم المرور رقم السيارة ورقم المحرك ولون السيارة وسنة الصنع، بتلاقي مواصفات لا تنطبق إلا على سيارة واحدة، هي هي، هذا اسمه قلم المرور، التقليم والتمييز، الايدنتيفيكيشن، هذا التقليم. قال له شو؟ قال له قلمها. قال له انت بتقعد، قال له انا خلقت لك العين تقلم الالوان والضوء، هي العين تقلم تميز، والاذن تقلم الاصوات، والانف يقلم الروائح، وهذا يقلم اللمس، والحواس مقلمة إلى خمس. هذا التقليم. وقال أعلم بالقلم مطلقة، البهايم بتقلم، الكلب بيقلم بحس الشم، وتقلمه بالشم أحسن من قلمي وقلمكم. وقال له الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال له مزبوط، قال له لأنه قلمنا، أنت هالشيء هذا عملتنا بقلمنا، مداخل ضمن قلمنا. هلا تلاحظوا بقى المعرفة، الكهرباء من 100 سنة أنا أتعلم واحد، هلا كم علم كهرباء فيه؟ كم علم فيه؟ كم اختصاص فيه؟ تقلم يعني تقلمت. الدم كان اسمه سائل أحمر يجري في العروق، هلا تقلم الدم أدي صار فيه تقليم. لا يمكن للمعرفة الإنسانية والبهيمية والملائكية والجمادية بوجود كله، المعرفة لا تخرج عن القلم، هي التمييز. ولكل حال ولكل مخلوق قلمه الخاص، يعني قلم الكلب أكثر شيء الشم، هذا القلم تبعه، والحواس مقلمة. قال له الذي حتى الذي علم بالقلم مطلقة، البقرة بتقلم العجل تبعها، إذا أجى عجل غريب بتربسه ما بتخليه. هون تلاحظ وقت واحد بيفهم الامور هي قديش القران بيصير دقيق. شو قال له؟ قال له واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. لك طيب انا سالته ليش اوحيت لها؟ ليش في ام ما بترضع ابنها؟ وبدها وحي الشغله يعني؟ يعني واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. لك طيب ليش الام يعني لازم الله يوحي لها انه ترضعه لابنها؟ ابنها بترضعه لحالها. قال لا، لأنه أنت بدك تلقيه بالبحر. قال له إذا ما تعرف عليك لازم يأخذ رضعة منك مشان يعرفك، مشان إذا عطور مرضعات تانية ما يأخذ الصدر تبعون، لازم أنه أرضعيه لأنه الجنين تعرف عليك، قلمك شم أخذ صدرك إليك، لازم بدي أخذ الصدر تاني ما عاد يأخذه. قال له أني أرضعيه ثم ألقيه في اليم، فإن خفت علي ألقيه في اليم. من هون قال له أرضعيه مشان قال لك وحرمنا عليه المراضع مشان يرجعوا لأمه، بس مشان يرفض المراضع قال له رضعيني مشان يعرفك. هذا معرفة غريزية صارت مثل ما العجل بيعرف أمه. طيب شو قال لك؟ طيب ماشي، هذا القلم، المعرفة الإنسانية صاعدة إلى الأعلى ومحورها القلم، لا يمكن أن تخرج عن القلم، لا يمكن. التقليم هو أساس المعرفة. طيب يلي التقليم شو هو؟ هذا الايدنتيفيكيشن، بعده بيجي الكلاسيفيكيشن. وكل صغير وكبير مستطر، السطر
شو السطر بيقول لك المسطرين سطر، يعني بتحط واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة بصير مثل معك. بعد التقريم شو؟ نون والقلم وما يسطرون. تقليم هو التمييز ثم التصنيف. قال لك ما في شيء غير مصنف، وكل صغير وكبير مستقر، كل شيء. ونون ليش؟ قال له كلوا مثلا يا أيها الذين آمنوا، هاي ميم واو الجماعة، كنتم ميم الجماعة، هاي فيها ذكور وإناث. طيب الله بده يزيد التقليم، أنفصل الأنثى حتى للنون، هي زيادة القلم. قال له النون والقلم، يعني قال لهم باللغة العربية حطينا نون النسوة مشان نميز، هي زيادة في التمييز. شو يعني؟ هي التقليم الإضافي، قلم المرأة حتى اسمها نون النسوة. نون والقلم وما يسطرون، يعني التقليم، حط النون هي زيادة في التقليم. القلم هو التمييز، التسطير هو التصنيف. هاي العلوم كلها. طيب قال لك وعلم آدم الأسماء كلها، هون قال أنا بقى آدم وعلمه، بإيش علمه؟ بالقلم، ما في محسومة، بالقلم محسومة. كيف علمه بالقلم؟ يعني صار يميز، قال له الأسماء كلها، يعني ما بقى الواحد، لا يعني مو إلا واحد، يعني أنا أفهم القرآن هيك كلها، يعني إذا 199 يعني مو تقريبا، هي الكلمة تقريبا شيلوها. ثم عرضهم، من هون المفتاح، ثم عرضهم. أول شيء نفتح الأسماء والعرض، يعني كل كلمة لحالها. هلأ علم فهمنا أنه بالقلم، صار يقلم يميز، يعني العرض أوكن ظنوا أنه العرض هذا طول وهذا عرض، أوكن بالمصحف مو هيك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما عميك على هاد، عميك على الإكسبوز، عميك على الإكسبوزيشن، أنه الجنة عرضها مادي، كيف السماوات والأرض معروضة هيك بتنعرض. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، مو عرضها هاد يعني ضد الطول، لا عمين لك عرضها الإكسبوزيشن تبع الإكسبوز، والبي مثل كيف الأرض هلأ الله عرضنا والسماء، قال له هيك الجنة بتنعرض، لانه بالابعاد بالكون ما في طول وعرض، بالكون في اقطار، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، ما في طول وعرض. العرض عرض. طيب السؤال، وهل يعرض الا المشخص؟ سؤال هذا واضح جدا، لانه ثم عرضهم، ما ثم عرضها، يعني اي عرض المسميات، ما عرض الاسماء، الاسماء لا تعرض. عرض ايش؟ اللي عرض الاسماء كان قال لك ثم عرضها، قال لا ثم عرضهم. حتى هي المفسرين قايلين عرضهم المسميات كله، يعني هي ما في مجال للغربطه. طيب عرض المسميات اول شيء، هل يعرض الا المشخص؟ يعني الله هل تعرض التوبه؟ انه شوفوا هي التوبه عرضها، لا ما بتنعرض، الحب ما بينعرض، العواطف كلها ما بتنعرض. يعني في كتير شغلات انتبهوها، يعني لا اوكن ظنوا انه اسماء يعني لغاتها اوكن. هلا الاسم هي وحده عرضها، ثم عرضهم. هون شوف في الرومانس وقت بيدخل، العواطف وقت تدخل قديش بتسوي، بيقول لك الاسم اذا من سماوة كل ما علاك فهو سماك، والاسم يعلو صاحبه، هذا مو صحيح. يعني هذا جدار، وين يعني كلمة جدار يعني تعلوهات؟ شو يعني؟ منين يعني؟ الاسم لا يعلو، الاسم يسم صاحبه بميزه. لسبب صار قد ما علموا ايش؟ التمييزات كلها. صار يميز، اسماء، شو الاسماء؟ انتبهوا، اسم الكلب، سمة الكلب شو هي؟ عو. هي يسمعها لأنه الكلب بنعرف، سمع صوت الكلب عو، قام قال عو. هي عرضها كلها، كل شيء بيصدر صوت له سمة من طبيعة وحيوان
كله عرضه، كله تعلمه بدون ما نقص ولا واحدة. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، والعرض صوتي ليش؟ لأنه كلمة نبأة طلعوا نبأة فيها صوت، يعني النبأة هي الصوت. أنبئوني هي أحد معاني نبأة، يعني تمييز صوتي. صار كل شيء بيصدر صوت، وإذا صوته بيتحرك أكثر صار يلاحظه كلها. مزبوط كلها. والآن أي إنسان بلد بغابة وتركوا لحاله بده يطلع يقلد أصوات الطبيعة والحيوانات اللي حواليه كلها، ما بنقصه لا واحدة، وواقف وبيوقف ما بيزيد شيء عليها، بضل واقف. ولهلا هي مباراة عليها، ما اللي بده يبرهن المباراة روح برهنه، ما ممكن. هذا ببرهن انا وين تدخل الرباني، بتعرف رب العالمين تدخل. اثنين، حتى يعلمك الكلام الانساني انه لا يمكن للكلام ان يسمى كلاما انسانيا الا اذا كان بين متكلم ومخاطب فقط، يعني بدون شخص ثالث. لانه وقت كان صدر يقلد اصوات الطبيعه والحيوانات كان في دائما شخص ثالث، او يعني انا معي واحد بقول له او يعني في عم بحكي معه، بس في ايش؟ في الشخص الثالث. طيب انا اذا بدي احكي معه بدون شخص ثالث شو بدي احكي معه حتى يصير كلام انساني؟ متكلم ومخاطب بس، فعل الامر، فعل الامر بس صار كلام انساني. لسبب اول شيء قال له رب العالمين لادم اسكن، بايش بدي؟ قال فعل الامر، لانه فعل الامر بين متكلم ومخاطب مباشر. وقال له يا مقام الربوبيه، مو انه قال له يا ادم سمعتني اسكن، لا انتبه، يعني كله هذا كله بالارض عم يحصل، يعني مو عم يجلس هو وياه، هي كله عم يحصل بالارض. وقت قال له الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، كل قوانين نشاه اللغات رحمانيه، والرحمن لا يتكلم بل يفعل، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن لا يتكلم، يفعل، ما بيحكي بيفعل. لهذا سبب رب العالمين برأ مريم بنت عمران براءة رحمانية، وبرأ عائشة براءة إلهية، براءتين كل واحد يشكر براءة رحمانية. قال لها فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، ألا اسكتي أنت، فلن أكلم اليوم أنسيا، نذرت لمين؟ للرحمن. وقت اجيت انطق ابنه بس خلص، هاي البراءة الرحمانية، ما تحت حكا. ولو اراد ان يبرئ الله عائشة براءة رحمانية لانطق فرجها، هاي البراءة الرحمانية، الرحمن يفعل ولا يتكلم، لا يملكون منه خطابا. وهذا اسم الربوبية. لسبب الله الرحمن، لسبب لاحظوا ما في الله، ما في آية بالمصحف فيها لفظ الجلالة آية لحاله، ما في، بس في الرحمن، الرحمن آية لحاله، الرحمن علم القرآن لحاله، الرحمن آية رقم واحد، علم القرآن، والقرآن رحماني. هون داخو اجت الدوخة، علم فعل متعدي، وين المفعول به الثاني؟ علمه البيان، مزبوط علمه البيان، هي مفعولين به، بس هون علم القرآن مفعول به واحد، وين مفعول به الثاني؟ دوخة صارت، انه علمه للبشر وللإنس وللجن وخير بقى وصارت. أذكر لا، هي 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 مو مفعول به ثاني، هي هي مفعول به واحد، هو مفعول به واحد. قال له شلون؟ قال له أنت بدك تعرفني؟ قال له شو علامتك؟ قال له علامتي إنه رح أحط وردة حمراء، هون هي علامتي، الرحمن علم القرآن. قال له علامة القرآن هو الرحمن، هي علامته، مو علمه، هي مارك هيم، ما بده مفعول به ثاني اصلا، ما بده مفعول به ثاني، ما بتحتاج. القرآن رحماني، لسبه الرحمن اسم الربوبية لهذا الوجود. ثم عرضهم على الملائكة. هلا هون وقت قال بديت
القفزة الكبرى بقى وين بيجي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بدأت قفزة الله دخل وزقه قال له هي المجرد، قفزة المجرد، قال له أنت علمتك الترجيح، وهل تعرض التوبة؟ هل التوبة مشخصة أم مجردة؟ هل التوبة مفهوم مشخص أم مجرد؟ يعني هي التوبة؟ عطاه إيش؟ هي الزقة. بدأ بالترجيح، وهنا عندما بدأ بالترجيح بدأ الكلام الإنساني بالتشكر. بالتشكل، لاحظوا، بصوتين، صوت واحد ثم الصوتين، لاحظوا بقى. وقلنا، لاحظوا، أعطانا مثال على التشريد، وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال له شو يعني حطة؟ قال له حطة أي نغفر لكم خطاياكم. قال له شو يعني جدار؟ قال له جدار يعني هاد. لاحظوا كيف علمنا التجريد؟ أي تجريد؟ عطانا مثال عليه، وقلنا ادخلوا الباب السجدة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. يعني طب شو حطة؟ قال له هي التجريد، مثل ما أنا هي سميتها جدارة هي حطة. انتقل الإنسان من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول إلى العلاقة الاصطلاحية وهي التجريد، والذي لم يجرد انتثر، والذي لم يجرد انتثر. انتبهوا بقى، انت بدي الوحي، لاحظوا بقى الكلمة الجملة هذا اح وكخ وضد، هي آدم، هذا آدم، او كنت ظنه اكتر من هيك. هو رسول الله، الرسول الاعظم هو الدبلوم، تغرز آدم الكخ والضد، حتى تعرفوا القرآن شو عم يعطيكم، عم يعطيكم انه كيف البشرية من الكخ والضد لتخرجت. ونوح وكذا هو المراحل عم يعطيك اياها، انه كيف تطورت، مو عن عبس عم يعطيك اياهم، مو مشان يسليك، عم يعطيك معلومات، نقاط علام عم يعطيك اياها. شوفوا قديش دقيق، قديش دقيقه نقاط العلام اللي اعطيناها، من الكغ والدد لا للتخريج. وبعد ما قال له ربي، قال له مع السلامه، خرجتوا. نحن نعيش الان في عصر ما بعد الرسالات، كونه نحن في عصر ما بعد الرسالات، ورب العالمين قرر، مو انا، قرر رب العالمين انه انتم ما عندكم لا انبياء ولا رسول. مزبوط، نحن في وضع افضل، لانه اللي كانوا بوضع مو افضل كانوا يبعثوا الانبياء ورسل، نحن ما بدنا، نحن بوضع افضل منهم. او كنت غلطوا، نحن بوضع افضل منهم، لانه رب العالمين قرر انه ما بدكم، هو قربونا احنا انه انتم مالكم بحاجه، يعني بتشبروا اغوار الكون انتم وبتشرعوا انتم، صرتوا قادرين. وين الختم؟ لاحظوا بقى كيف التجريد كمل. شوفوا اول صوره الشورى، حاميم عين سين قاف، مقطعين صوتيين، حاميم مقطعين صوتيين، عين سين قاف كم مقطع؟ ثلاثه. كذلك، لاحظوا بعد كذلك بيجي خبر غير ابتدائي دائما، يعني عم يشرح شيء يقول كذلك، بيحكي بده يشرح يقول كذلك. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني هون مع انه الفاعل هو الله، قدم مفعول به على الفاعل لاهميه الخبر. قال شو؟ قال وقت صار الكلام الانساني مقطعين صوتيين وثلاث مقاطع صوتيات، صار في وحي قبل ما في. قبلها كان ما في. لسبب لنوح، قديش طول لنوح، انتبهوا المسافه الطويله، نوح هو النبي ورسول من البشر. لسبب قالوا ان هو الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول. يعني كان رب العالمين يرسل النذر، يعني كان يبعث ملائكه والناس تشوفهم ويعلموا الناس، كان يتفشون النذر، كانت تجي النذر لعند ابراهيم كانت تجي،
انقطعت عن سيدي رسول الله انتهت. ما في نذر. سبيل لك كذبت قوم نوح المرسلين. ده في أخي نوح واحد. ليه يا جماعة جبتها؟ مظبوط. معه نذر كان. واذكر أخا عاد في الأحقاف إذ أنذر قومه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. مظبوط. كذبت عاد المرسلين. مظبوط. مرسلين هو مع أنه هود واحد. مظبوط. بس كان معه نذر. كان معه لوط اجته النذر لحد موسى جال شافه بعينه الجبريل شافه وراح معه قبضته قبضة من أثر الرسول حتى موسى السامري شافه للجبريل شافه حتى رسول الله نزور دهيته ولا الشباب شو قال وقالوا لولا أنزل معه أنزل عليكم أو جاء معه ملك قل لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر الملائكة تتنزل وتنزل الله أنزل ملائكة ونزل ملائكة هلقون هلأ في هذه الغرفة الله لا أستفيد أنه الله نزل ملائكة وتقول نزل يعني ما شفتوا شيء وتقول أنزل يعني شفتوهم بعينك شفتوهم هذا الإنزال الإنزال هو قابل للإدراك والتنزيل هو نقل خارج الوعي مستحيل يقول إنا نزلناه قرآن عربي مستحيل ما ممكن لأنه معناتها اللغة العربية في أمواج عربية معناتها لا وجود خارج الوعي الإنساني ما في وجود للغة العربية خارج الوعي في الأمواج خارج الوعي بس مو اللغة الإنسان ما في إن أنزلناه في إن أنزلناه قرآن عربي إن جعلناه قرآن عربيا تنتين بالنسبة للقرآن هذول قال انتبه بقى نجي للآن طيب قلمنا إن نستوعب العالم الخارجي هذا التقليم بتلاحظوا مثلا بجسم الإنسان شون بتلاقي الثولس جهاز المقلم الجهاز العظمي والجهاز التناسلي والجهاز الدوران كله بتلاقي كله مقلم كل شيء لحاله والطب طيب نحن ندرك العالم الخارجي عن طريق الحواس الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون السمع والبصر والفؤاد ما ذكر البقايا يعني ما ذكر الشم والذوق ما ذكر ذكر ايش انتم لاحظوا مصداقية رب العالمين فقط السمع والبصر اذا واحد فاقد واحد منهم بيعتبروا معاق بس واحد من هدول اذا فاقد واحد من البقايا ما بيعتبروا معاق ليش؟ قال له لأن السمع والبصر بين 94 و96% من معلوماتك عن العالم الخارجي عن طريق اثنين من 94 ل96% عن طريق اثنين السمع حاسة وظيفة والعضو هو الأذن والبصر هو وظيفة function والعضو هو العين والفؤاد وظيفة ما بيعطوا وظيفة على العضو ما بيعطوا فون السمع والبصر والفؤاد وظيفة لعضو هو الدماغ اعكم ظنوا هاد اعكم هاد مو هاد الفؤاد والفؤاد له معنى دقيق جدا الفؤاد هو الادراك المشخص بالحواس الفؤاد هو الادراك المشخص بالحواس وهو صاعق الفكر يعني انت اذا كان بدك تفكر ما بدك معلومات اولية تفكر فيها بدك معلومات ولا ما بدك انه بدك تفكر طيب ايه بدك تفكر قال له بدي معلومات اولية طيب عن اي طريق بدك تصل على المعلومات الاولية قال له عن طريق السمع والبصر هدول بدك تصل عليهم فالفؤاد هو صاعق الفكر الفؤاد هو المادة الخام للتفكير يعطيه هو في المادة الخام ما بدك تشغلها الفكر ما بتشتغل توين المادة الخام تبعه قال الفؤاد هو الإدراك المشخص بالحواس ويسبب هو لكن كونه طيب الحيوانات عندها إدراك مشخص بالحواس مظبوط إلى فؤاد بس هون الفرق بقى بين فؤاد الإنساني وفؤاد الحيوان الفؤاد الإنساني بيحل التناقض الفؤاد الإنساني يربط بين الاسم والمسمى الفؤاد الحيواني لا يربط
بين الاسم والمسمى. كثير مهمة هي الفرق، انه بيقول لك رد فعل انعكاسي. الفؤاد الانساني لا يمكن ادراك مشخص، يشوف شغله واذا ما لا اسم عنده الا يحط لها اسم. اول شغله بده يساوي بده يحط لها اسم، اول شيء بده يطابق ايش؟ الاسم مع المسمى. اول عمل بيقوم فيه، يعني الوجود يقوم على التناقضات والجدل يقوم على عدم التناقض. والفكر كثير شغلة خطيرة، الوجود يقوم على التناقضات والفكر يقوم على عدم التناقض. هذا قانون الفكر، هذا اللي الله عطاياه للإنسان. هل ثم قال لك ثم أنشأناه خلقا آخر، أنه أعطاه قانون عدم التناقض. الفؤاد، السؤال الذي يطرحه دائما أي فؤاد واحد منكم، قلم يفيد، قلم يفيد هذا أم لا يفيد؟ بلغي يفيد لا يفيد، بلغي لا يفيد، بلغي التناقض. لا سبب، انتبهوا، المنطق هو قانون الفكر الأساسي، واللغة تقوم على المنطق، هو قانون الفكر الأساسي، ما في غيره. وما في شيء اسمه منطق جدلي، انتبهوها، في شيء اسمه قوانين الجدل. الجدل قوانين طبيعية برات الوعي الإنساني تعمل، بس المنطق هون ما في منطق جدلي اطلاقا، في قوانين الجدل. والجدل اوقف قوانين قرآنية بحتة طبيعية بحتة موجودة. هلا اخذنا الفؤاد، طابع الاسم مع المسمى، بيبدأ التحليل. هذا التفكير، الفكر هو التحليل والتحليل، بيحلل بقى، بيقيم وبيحط وبيحلل وبيقيم هاي وبيحط هاي وكذا، بيظل عم يفكر. هذا عملية التفكير، تفكيك تفكيك. هلا التركيب، واتصل بياخد قرار، هذا العقل، اتخاذ قرار، conclusion هو التعقل. لاحظوا الفؤاد يليه الفكر يليه العقل، هذول بيروحوا برا بعض. لا عقل الشيء ربطه وصل لنتيجة، ما بيصير واحدة منهم تكون ناقصة. كونه الحيوان ما عنده مطابقة بالفؤاد بين الاسم والمسمى، لا سبب الفكر وعقل ما فيه. طيب اللغة تقوم على عدم التناقض لأنه هي أساس الفكر الإنساني، هي آلية التفكير وآلية التواصل، هي اللغة تقوم على عدم التناقض. اللغة تقوم على عدم تناقض بشكل أساسي، تقوم على، وهذا قانون المنطق الأساسي. فرب العالمين وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، أعطى للإنسان قانون عدم التناقض اللي هو اللغة قائمة عليه، التجريد، لأنه عدم التناقض بالتجريد رأسا، التجريد بده يكون في عدم التناقض. اثنين، هلأ نحن شو الشباك؟ هل الطبيعة موجود فيها الشباك اللي بيدخل فيه المعلومات لهون؟ أدق شباك يعني الوصل إلنا الحواس. طيب التفكير نحن ونعقل شلون بقى بدنا نفكر؟ الله يعلم، شو يعلم؟ ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، تنقص وتزيد، كم كم، وكل شيء عنده بمقدار. علوم الله كم، نحن من خلال الكم نستوعب العالم الخارجي. العالم الخارجي هو القدر، الوجود والمقدار هو استيعاب القدر في الوعي الإنسان. هذا أرقى أنواع الاستيعاب، هو الكم. هل هلأ بتقول له شفتوا قديش الديجيتال صارت قديش كبيرة؟ يقول لك رب العالمين لك وأحصى كل شيء عددا. الإحصاء هو التعقل والعدد هو العدد، انتبهوا في شهرتين مو مثل بعض. فنعتها هو يعني مفهوم الكم والكيف، هو بيقول لك هذا قانون، هذا قانون هو نقطة الوصل، قانون الوصل بين الطبيعة والإنسان. هذا قانون الوصل اللي هو المفتاح بين الطبيعة والإنسان، هو قانون الكم والكيف، لأنه هذا العلوم كلها قائمة على الأساس. نجي لهون لعدم. صار مبرهن الآن انه الكون له بداية، بدايته بقى هون انه الله ولا مو الله هالشغلة. بس احنا
الدليل انه 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 في شيء قبل البدايه، في فقه، في عقل قبل البدايه، هو الانسان نفسه. اكثر علوم متقدمه في العالم، ان علوم الرياضيات دائما سابقه علوم الفيزياء 100 سنه بس، والرياضيات هي العدم. عالم الرياضيات بيحط معادله بيقول له شو يعني، بيقول لك هي معادله منطقيه وبس، ما بعرف شو بتمثل. الفيزيائي بلاقي لها تمثيل، بس بعدين بلاقي لها تمثيل. يعني الكمبيوتر وقت شافوا المصفوفات بالقرن التاسع عشر، الكمبيوتر بالقرن العشرين لقوا على المصفوفات، يعني طبقوا المصفوفات طلع الكمبيوتر، بس مصفوفات موجودة قبل، وكانوا يقولوا اللعب عيال، يعني انه عم يلعبوا. شو هاد؟ كونه الرياضيات متقدمة على الفيزياء معناتها في العدم متقدم على الوجود، لأنه الرياضيات هي العدم. العدم هي دال بدون مدلول، وعلماء الرياضيات البحث هي دالات بدون مدلولات. و دال بدون مدلول. علماء الدين والسياسيين كمان قاعدين بالعدم. بيحكوا كلام ما له أي وجود بالواقع. لا هدول ولا هدول. بتلاقي بيخطب وبيخطب وبيخطب لك، يعني شو هل عم تحكي وينه؟ مو هيك. الواقع مو هيك. هن كمان واعيين فيها. صار الخطاب عدمي. يعني شو الخطاب العدمي؟ قال له أنت عم تحكي شغلات دالات بدون مدلولات. يعني مدلولات بالحقيقة مو هيك. يعني مثلا مثل شعار الإسلام هو الحل، هذا عدم. وينه؟ يعني شو حل ايش؟ هذا شعار عدم يصير. هون نجي بقى لا العلوم بقى، انتبهوا انا عم بحكي على المعرفة. لاحظوا هلا نظرية المعرفة هي كلها من القرآن موجودة. موجودة كلها بالقرآن، يعني في نظرية المعرفة هذه نستطيع أن الوطاء والهذا والطب كله، يعني في علم من العلوم بالعالم خارج عن هذا الشيء حكيته؟ ما طيب والعلوم شو هي؟ قالوا العلوم في لها أربع عناصر، هلا عم بحكي مو على المعرفة، عم بحكي على العلوم بقى. العلوم يعني وظائف. العلوم يعني وظائف، والفلسفة يعني كونسبت، مفاهيم. قال له الوظائف تقوم على أربعة عناصر، العلوم كلها: المادة والبعد والموقع والحركة. الحركة يعني الزمن. كل العلوم على الإطلاق ما بتطلع عنا دول الأربعة. بس قال لك بنفس الوقت، قال لك الموقع والحركة لا يمكن رصدهم في آن واحد. مش تناقض لأنه قال له انت يا بتدرس الحركه يا بتدرس الموقع، بس الموقع والحركه بان واحد ما بيندرسوا، وهيك العلوم كلها. يعني انت بتدرس فضاء صاروخ، يا بدك تاخذ حركه الصاروخ من الارض للقمر، الصاروخ نقطه بتعتبره نقطه ماديه وماشي هذا الصاروخ، لان انت عم تدرس حركه بس. صاروخ نقطه بالنسبه لك. هلا انت عم تدرس صاروخ بوضعيه انه صاروخ على بعد ارتفاع مثلا 50 كيلومتر من الارض بهالوضعيه، شو القوى المؤثرة عليه وشو كذا وسرعته هالقد وقديش بده وقود، بس سبته بهالوضعية شو بده، درس الوضعية. لحسب لاحظوا بالتاريخ، انت يا بتدرس دراسة يا دياكرونيك او سينكرونيك، يعني يا دراسة يعني بالتاريخ، يا بتاخد مقطع مثلا القرن السابع، تاخد القرن السابع بتدرس شو صار فيه احداث، يا بتاخد خط سير التاريخ، بس خط سير التاريخ، قوانين التاريخ خط سيره. القرآن أخذ خط سير التاريخ، القرآن مو كتاب تاريخ. القرآن خط إيش؟ قال لك كيف التاريخ مشي من آدم إلى محمد. قال لك هيك التاريخ، هيك مشي التاريخ، وأنتوا كملوا. أعطاك خط تطور. قال لك تطور الإنسان، المعرفة الإنسانية بالنبوات، والتشريع الإنساني تطور بالرسالات، والأنبياء أكثر من الرسل، لأن التراكم المعرفي يحتاج إلى قفزة تشريعية. الدنيا كلها هيك تراكم المعرفي، ضل تراكم المعارف، الميكانيك والترموديناميك حتى طالعوا سيارة، هذا التراكم المعرفي. طلعت سيارة، هلأ يوم أول طلعت سيارة طلع قانون السير، يوميتها طلع قانون السير ولا بعدين؟ بعدها.
فسروا الذرة سنة 45 طلع قوانين الذرية بعدين. دائما التراكم المعرفي يؤدي إلى قفزات في التشريع لليوم. رب العالمين عطاها، قال لك الأنبياء أكثر من الرسل، النبوة علوم ورسالة أحكام. نبوة محمد تقول صدقت أم كذبت، ده سبب النبوة ما فيها طاعة، ما بيقول لك واطيعوا النبي، ما في ابن أصحاب اطيعوا النبي. والرسول افعل ولا تفعل، بتقول له نعم أو لا، النبي تقول له صدقت أو كذبت، ده سبب نبوة محمد هي القرآن. طب هلا القرآن نعرف شو هو؟ القرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود، والأحكام فرقت بين الحلال والحرام في السلوك. القرآن موضوعي والرسالة ذاتية. النبوة علوم ورسالة أحكام. نبأ عم يعطيك نبأ. يعني القرآن هو آيات الساعة والصور والجنة والنار وخلق آدم وخلق السماوات والأرض وكذا والقصص القرآني كل شيء تاري. هذا القرآن بعد ما خلص آدم ونوح وهود بسورة هود قال له تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. أنباء الغيب نوحي. يعني دائما لسبت الكتاب، قال له الكتاب فيه القرآن وفيه الأحكام. لسبت قال له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انتبهوا للمتقين ليش؟ قال له الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والقرآن والغيبيات والصلاة من الأحكام. بالأحكام ما في قال الله، ما في إطلاقا. انتبهوا ما في قال الله بالأحكام. شو قال الله وما تصير؟ لساب انتبهوا بقى بلك إيه الله قال. قال الله للملائكة وأمر إبليس الأحكام، الله يأمر وينهى ولكن لا يقول. لساب قال يا إبليس ما منعك ألا تجود إذ أمرتك، الله أمر إبليس ولم يقل. لساب قال للملائكة وأمر إبليس، وما كان لإبليس أن يقول لا إذا كان قال له. فرق قول وأمر. نحن نعصي أوامر الله نعم، بس لكن ما لنا أن كلام الله أن نوقف ما منقدر. يعني ما منقدر. هون لاحظوا مشكلة الحرية قديش كبيرة اللي الخربطة بين أحمد بن حنبل والمعتزلة. فرقوا أنه الوجود هو كلمات الله. ليس المسيح كلمة، إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمة من الله. مزبوط. هو قال لا كلام الله أزلي، لك يا عيني مو أزلي، يا روح ابو ازلي كلمات الله. انت ما فهمت كلمات الله هي الوجود، والوجود مو ازلي. وحشر انه لا الله متكلم. لك يا اخي مو انت منين جبت هي متكلم؟ يعني حشر لا الا بدي حشر. هي مو هي بدك تفرق بين كلمات الله وكلام الله. وارسل الامر يبحث ولاحظوا القران ساحق باحق. لسبب امتى بليلة القدر شو انزل؟ القرآن. ان شاء الله بليلة القدر قبل ما الله يوحي لمحمد لسيد رسول الله يوحي له اجت عبسة وتولى وجاهزة عم يستناها. لا ما في عبسة وتولى، اجت عبسة وتولى بعد ما عبس ما له علاقة. ان شاء الله اجت ايات سورة بدر، غزوة بدر او معركة بدر اياتها نزلت على السماء الدنيا. قال انزال اي قرآن مو قرآن كانت اجت بعد ما صارت غزوة بدر مو جاهزة. هي مو ما لها علاقة بليلة القدر، ولا هي تمثيلية بتصير. انتبهوا انا اسف لكم، صار الله عم يساوي لنا كوميدية. صارت ان والله جهز كل الآيات جاهزة وقبل ما يوحي لها وجهزها، انه ما كان للنبي ان يكون له اسرع حتى يسقط في الارض، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، عبس وتولى ان جاهزة قبل ما يحبس كله جاهز. لا أما تقلي جاهز خلق السماوات والأرض القرآن نعم، هي قوانين موضوعية. القرآن انتبهوا القرآن إذا مقرنة تحزوا خذوا علوم قرنة. بيقول لك القرآن منقرنة، معظمه بيقولوا منقرنة مو منقرأة، وحتى القرأ هو الجمع. يعني شو بيقول لك ثلاثة قروء، يعني جمع بين حيض والطهر.
وقرن يعني قرين فلان فلاني قرينة فلان قرن. الله قرن في القرآن معلومات جاءت من اللوح المحفوظ ومعلومات جاءت من الإمام المبين، قرنهم مع بعض. الإمام المبين فيه القصص أحداث الإنسان، واللوح المحفوظ فيه أحداث الكون، فقرنهم ببعض وصار قرآن. واثنين حديث، لسبب القرآن قابل للتصديق والتكذيب فقط، مو قابل لا طاعة ولا معصية. شو إذا الشمس كورت وين الطاعة والمعصية؟ كل نفس ذائقة الموت. القرآن ساحق ماحق، الأخلاق بالقرآن غير موجودة، ما في أخلاق، في قانون موضوعي. كل نفس ذائقة الموت، هذا قرآن. عزبك الموت هلا وسهلا، ما عزبك الموت البعث قرآن، قال له إن عزبك البعث لا تنبعث، وما عزبك لا تنبعث، بس إذا عزبك الصوم بتصوم، ما عزبك الصوم ما بتصوم. هي غير هيك لسا. شو قال له؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. قال له شو؟ قال له، قال له لأنه التقوى ما مو جواته، التقوى غير إني. هو في معلومات، في في عم يوصف لك الثواب والعقاب، بس أنت شو بدك تساوي حتى تأخذ هذا الثواب والعقاب؟ مو موجود فيه، موجود بالرسالة. لسا شو قال له عن القرآن؟ قال له وكذب به قومك وهو الحق. شو عن كذبها؟ شو قال له؟ قال له كذب بي قومك وهو الحق. بينما هنيك قال له طاعة، أطيعوا وأطيعوا الله والرسول، ما قال له صدقوا وكذبوا، قال له أطيعوا. وبالمناسبة بالمصحف ما في وأطيعوا النبي، ها إطلاقا مو موجودة. طيب هلا بيجي واحد، طيب الآيات اللي فيها يا أيها النبي، بقول له مزبوط عم يعطينا تعليمات، أيبو تشريع، يعني مثل واحد عم يعطي instruction لغالي السفنة، بس هي ما عم يشرع لك انه اذا غلي، اذا ما غليت جبنه تتسمم، اي خير ان شاء الله، بس مو تشريع. يعني اذا كان غلي ما غليت وتسممت خرجك اكلت، ما راح يحاسبك. كثير كثير شغله مهمه هي للسبب. محمد عليه الصلاه والسلام كان مجتهدا في مقام النبوه ومعصوما في مقام الرساله، للسبب عندما كان يوجه له اللوم كان يقول له يا ايها النبي، إياكم أن يقول له يا أيها الرسول. يستحيل، يستحيل يقول له ما كان للرسول أن يكون له أسرى حتى يسخنه، يستحيل. هذا يعني أنه الله أوحاله أتول الأسرى هو ما رد على الله، هيك معناته، معناته أنه الله قال له أتول الأسرى، أما هو قال له لا، لو قال له ما بصير. السبب قال له لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الله، تاب على النبي والمهاجرين والأنصار، مظبوط. والرسول بنى دولته من مقام النبوة، كثير رسالة منتبه، بنى دولة من مقام ايش؟ النبوة، رسالته موجودة، موجودة رسالته، بس دولته من مقام ايش؟ يعني يعني كان مجتهد في مقام النبوة، والسبب كان يلوم من مقام النبوة، لما تحيا ايها النبي، يا ايها النبي، يعطي تعليمات من مقام النبوة. فهالمقامين كثير من بدنا ان ان ناكدهم ونفصل بيناتهم. لسبب انا بفصل بان انتبهوا تقولوا لي سن احاديث انه هون في احاديث نبوية واحاديث رسولية، ليش ما عم تمزوا بيناتهم؟ انه هو رسول النبي، ايه ليش 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 عم تقولي حديث طوبل بلا كذا عم تقولي حديث؟ نبي ورسول، انا عم انه مقام عم يحكي؟ حتى ما بدي اعرف شو شو عم تحكي؟ يعني بدي بدي اعرف كيف اتبع اتبعك فيك، بدي احكي معك. قال لي افصلوا يا اخي، ما حصل هالشيء. هلا نجي ل عم بحكي على الحركه، الماده، اللغه، ناخذ اللغه. شو ماده اللغه؟ صوت، مو امواج. طيب الصوت حق وله وجود موضوعي ولا لا؟ والإنسان يصدر صوت في النطق، في النطق يصدر صوت، ولكن ليس من الضروري أن يكون قول الإنسان حق أبدا. لسبب سؤال، ورب السماء إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، مزبوط، نطق الإنسان حق، بس قوله مو حق، مو ضروري يكون حق أبدا. عميك على القرآن، قال له الأحكام، قال له الأحكام هو حق،
لانه ما له وجود موضوعي. القران اوبجكتيف له وجود موضوعي. قال له الاحكام، قال له لا، الاحكام سبجكتيف له وجود ذاتي، ما له وجود برات ذهنك. بسبب شو؟ قال له، قال له، قال له المصحف، قال له المصحف، قال له مو كله حق، قال له بس القران. لازم تنتبهوا كثير شغله دقيقه. الله بعث لنا رساله، بالرساله ما فيها اعجاز. انه والله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خير ان شاء الله. وين اعجاز؟ المفروض ما يكون فيه اعجاز، المفروض ما يكون فيه اعجاز، المفروض. طيب وين في صوم خارج الوعي الانساني؟ يعني ممكن تعرض لي شيء اسمه صوم؟ انا اقول هذا انا ارى انسانا صائما، ولكن لا ارى الصوم. الصوم ما له وجود اوبجكتيف لوحده. طيب انا ارى انسانا برا بوالدي، بس لا ارى بر الوالدين. فرب العالمين بعث لنا رساله، قال هي رساله من عندي، ان قال له برهن لك. برهن منين؟ من عندك؟ قال له وقعت عليها رب العالمين رسالته الاحكام وتوقيع القران. قال له توقيعي هذا، قال له ما حدا بيقدر يجي منته، توقيعي ما بيدلك. هذا هو. قال له شو؟ قال له، قال له ما كان هذا القران المفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. بين يديه يعني الاحكام، رساله بين يديه عم يصدقها. ومعه شو؟ جاء تفصيل الكتاب. ليش؟ قال له انتبه، اسرار مفاتيح فهم الكتاب موجوده داخله، من برا لا تطلع، كل المفاتيح جواته. الانسان مفاتيح فهم الانسان، جسم الانسان براته ولا جواته؟ الطبيعه، الذره، جرات. قال لك هذا كتابي، تقرا المفاتيح جوا، لا تدور عليها برا، جوا موجوده. هاي اللي اسمها تفصيل الكتاب. ما كان هذا القران ان افترى من دون الله قران، ولكن تصديق الذي بين يديه الاحكام وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. شو تفصيل الكتاب؟ قال لك اعطيك مثال، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لك أخي طيب، هي 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 آية تتكلم عن القرآن، مو غيبية ومو أحكام، ما هي لا هي قرآن لا يعني. قال له تفصيل الكتاب عم تشرح لك. نفس الآية رقم 7 آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم كتاب وأخر متشابهات. طيب هي محكمات ولا متشابهات؟ قال له لا، هي لا دي ولا دي، هي تفصيل الكتاب عم اشرح لك اياه. يعني مفاتيح فهم الكتاب جواته، مثل الطبيعه، مو الطبيعه مفاتيحها جواتها، وقال له هات جواته، دوروا عليها جوا، بتلاقوها جواته مو براته. لسبب لا تطلع براته، مفاتيح فهم المصحف جوات المصحف موجوده، لا تطلعوا لبرا، دوروا عليها. هلا في ثلاثه صار، القران والذي بين يديه تفصيل الكتاب. القران هو اللي هو تصديق وتكذيب، يعتمد لا سؤال. ذري ومن يكذب بهذا الحديث. القرآن أحداث، أحداث من تشريعات، أحداث كونية وإنسانية. لسبب حتى يبين لك وين الحرية الإنسانية اجت. قال لك، قال لك أرشيف عمل الإنسان والتاريخ الإنساني هو الإمام المبين. بلا أعكن، لا تروح على اللوح المحفوظ. شو اللوح المحفوظ؟ هلا نحن قعدتنا هلا عم تتأرشف في الإمام المبين. إنا نحن نحيي الموتى وما نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وين مكتوب سلف؟ منين جبتوها؟ رب العالمين خلقنا أحرار 100%، هو نحن عم نسجل على حالنا. والدليل قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب قبل من قبل ومن بعد شو في؟ في الآن نحن لله الأمر من قبله ومن بعده، ماشي. طيب من قبله في بعده في الآن لمين؟ قالوا لنا لحظة الآن إلك، دائما إلك لحظة الآن، أنت عم تختار فيها واللي هي إلك، عم تقتله من قبل لمن بعد. انتبهوا، لسبب الإمام المبين بتأرشف فيه الحدث بعدين بيجي. لسبب القصص القرآن إجا من الإمام المبين. شو اللوح محفوظ؟ قال مكتوب أعمار وأرزاق وأعمال وكذا. أنه اللوح محفوظ، اللوح محفوظ بقوانين الطبيعة ما بتتغير مشان حدا. أنه تدعي اللوح يغير لك، يغير لك قوانين الطبيعة، ما بيغير لك يا
قرن، شوفوا، قرن الحدث الكوني بالحدث الإنساني، قرنهم فهو قرآن. يقول لك اللي يأكد لك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب القرآن القصص، جزء القصص من القرآن، شو اسمه؟ اسمه الكتاب المبين. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، وأضحك على سورة يوسف. اكتبوا بقى، أعطاك خمس مصطلحات ورا بعض. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضي بالذكر عنكم صفحا عن كتب وهم مسلمين. خمس مصطلحات ورا بعض، عميل يعني كل واحد لحاله. حاميم من السبع المثاني، الكتاب المبين القصص، القرآن هو القصص والأحداث الكونية. جعل أي غير في سيروته لأنه كان مخزن. أم الكتاب، قال له القرآن أم الكتاب لدينا، أم الكتاب عند رب العالمين، الأحكام جت من عنده مباشرة، لم ما تجي مخزن من عند الله مباشرة، الأحكام تجي. لذلك قال لك يمحو الله ما يشاء وسويت عنده أم الكتاب. قال لك القرآن وصفه عندي بأم الكتاب، وصفه أنه علي حكيم، يعني له مركز كتير كبير. أفنضرب الذكر عنكم، الذكر هو الصيغة اللغوية، الصيغة اللغوية المنطوقة للمصحف. لسبب قال بما نحن نزلنا الذكرى، شو بيقول لك؟ الله حفظ القرآن، حفظ القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قلت لك يا أخي والله ما قال القرآن، ليش عم تقول أنت يا الله حفظ؟ هو ما قال أنا حفظ، قال حفظ الذكر. قال إيه أي القرآن؟ قلت له لا، هو مو أي القرآن، الذكر هو الصيغة اللغوية المنطوقة للمصحف كله. لسبب ما قال الذكر عربي ولا قال الكتاب عربي، بس قال القرآن عربي والأحكام عربية. عميد، إنا أنزلناه قرآن عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا. عميد قال له لا، قال له القرآن والأحكام، الأحكام ذاتي، القرآن موضوعي، القرآن ما بيتقلد، الأحكام إنما عند الله. شو عدك؟ قال له هذا توقيعي، الخاتم والتوقيع. قال له هذا القرآن هو الخاتم والتوقيع، حتى تعرفوا انهم من عند ايش. غلط ان شو قال الذي بين اي التوراة والانجيل. لك يا عمي اذا كان انت اجت رسالة سيد رسول الله مشان يصدقوا التوراة والانجيل، انا بصير مسيحي راسا. مثلا هو كل شرطه مشان يصدقوا التوراة والانجيل راح اصير مسيحي. لا، النبوة عم يصدق الرسالة. لازم شوفوا قديش دقيق. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق، مو كله، من الكتاب. شوف سورة فاطر قديش دقيق. قال له والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق. طيب بتعرفي داخل فيها هيك؟ طيب شو من الكتاب؟ ولي قال اي اللوح المحفوظ. قلت لك يا عمي شو عندك الكتاب هو المصحف، هيك على المصحف. منين انت منين جبت راسا؟ مصدقا لما بين يديه. مضبوط، هذا الجزء الثاني. هلا الجزء الثاني انتبهوا، الحق والروح. هلا حتى نشرح شو الروح بقى. الروح ان علماءنا الافاضل بيقولوا الله وقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من علمي الا قليلا. يعني قالنا الله خرسوا ما دخلكم، اسكتوا هي شغلتي. لا مو هيك قالنا، هو جاوبنا، لا جاوبنا، الروح ليست سر الحياة، هي واحدة. يعني البهائم ما لها روح تكون محسوبة، الإنسان بس. يعني الشمبانزي والسعدين وكذا كله حياة، كائنات حية بس ليس لها روح، الروح ما هي. عطيني أنا هلأ، أنا بكتب جملة على ورقة، المادة هي الورق والحبر، هاي المادة، هاي المادة اللي بمسكها. شوفوا لاحظوا شو رب العالمين قال له وقت حكى على المادة، قال له هي تمسك بلي. ولو أنا نزلنا عليك، نزلنا مو أنزلنا، نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال له الكتاب في قرطاس، يعني حطيناه بقرطاسية، لأن الكتاب مو شرط يكون قرطاس، الكتاب هو الكتاب يعني التأليف، هو الموضوع نفسه.
ممكن تحطه بقرطاس ممكن ما احطه. كسب كتاب الله يعني تأليف الله مو خط الله. هلا المادة هذا حق وجود، بس بتسألك وقت تقرأ الجملة، انت وقت بتقرأ الجملة معنى هالجملة بذهنك هل هو مادي؟ ما 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 يأتي معنى من هذه الجملة عندك هون؟ هذه هي الروح. كن واضح هي المعرفة والتشريع. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال له الروح يعني أوامر الله، هي من أوامر رب العالمين، بر الوالدين والصلاة والصوم والصدق وكذا، هي الروح. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والمعرفة قال له طيب ليش سمع جبريل روح؟ قال له لأنه هو نقل الأوامر والنواهي والمعرفة قام سمع روح. شوف سؤال. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هلأ الوحي المصحف هو معرفة وتشريع بس، هذا المصحف. الآية اللي بعدها ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد به علينا وكيلا. قال له شو يعني أمسك؟ قال له شو يعني؟ قال له هذا الوحي هو الروح، يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده. قل الروح من أمر ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربي من كل أمر. ايه طيب منين جبتوا لي سر الحياة؟ ما عم بفهمها يعني منين خلقتوها سر الحياة؟ ما عم بفهمها. الروح بكل المصحف ما لها علاقة بالحياة. هي لو نفخت فيه من روحي، الإنسان هو بشر فيزيولوجيا، هذا البشر يعني هي كلية الطب البشري لله مو كلية الطب الإنساني. هو بشر زائد معرفة وتشريع صار إنسان. والمعرفة والتشريع بدها قانون عدم تناقض، هذا اللي الله عطاه للإنسان. بدها قانون عدم تناقض وبدها أداة تجريدية اللغة، بدها لغة مجردة. ولليوم 5 مليارات عدد سكان الكرة الأرضية، اللغة ما بصير غير تعليم. اللغة غير تعليم ما بصير لهلا، ما ممكن غير، ما ممكن التجريد إلا يكون تعليم. لازم رب العالمين دخل قال له لليوم كنت على التجريد. دخل قال له تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه فهمناها. لا انه بدي مفهوم بقى، مفهوم التجريد بدي عنده وبدي يمشي يمشي لو وصل لا لا لنوح معناتها صار في مقطع صوت مقطعين صوتيين اللغات، يكون على الاقل مقطعين صوتيين عشان نكمل فعل ثنائي او ثلاثي. بعدين بتقول له كذلك يوحي إليك بالآيات، بعدها قال له كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. المادة الموقع جاء خالد وخالد وجاء، شو بدلت؟ الموقع معنى جاء خالد غير معنى خالد جاء، معنيين مختلفين تماما. شو بدلت فيه المواقع؟ هلا الجملة ساويت كل جملة من كلمتين جملة من 10 كلمات، هي بعد الحركة هو تطور اللغة. حتى بعقد شيء عم ساويها. هلا شوفوا بقى إذا جبت أنا 100 ترانزستور، لاحظوا كم احتمال إنه صفون ترانزستور ورا واحد بيطلع عندي وظيفة واحد إيه واحد واثنين واحد واثنين بيطلع وظيفة تانية. شوفوا قديش بغير مواقع قديش بيطلع وظائف. البعد الطير له جناح الأد، نحن الطيارة كبرناها. كل الوظائف في العلوم كلها عبارة عن 4: البعد والموقع والمادة والحركة. لاحظوا على اللغة أنا عم جيبها من اختصاصي. هلأ إذا كان عندي مادة بازلت جبل كله بازلت، بقول لك شو هاتي دي جبل، ما غيرت المادة، جبت قطعة قد هالأوضة بتقلك بتقلي هي شوي بتقلي صخرة. لك يا أخي طيب المادة ما تغيرت، شو تغير؟ البعد بس، أنت غيرت الكلمة كلها. طيب بجيب شقفة هالقد بتقلي حجر، طيب شو غيرنا فيها؟ حجر. لحالك لك لحالك ما غير شيء، شو غير؟ بس البعد غيرت. طيب شقفة هالقد بحص بتقلي هي بحصة زلط، يعني في المصري هي زلط. بغير سقفي قلت لي هي رمل.
بودرة شو غير فيها؟ لا بعد ما غير شيء، انعكست على اللغة، على اللغة انعكست، بسميها بشكل هاد حطوا هيك، هذا اسمه عمود، حطوا هيك اسمه سقف، بيكون كله بيتون وحديد ما غير شيء، بس شو غيرت الموقع. هلا هندسة العمارة شو بيغيروا الناس فيها؟ المادة والموقع، المادة والمواقع. يعني هاي الأوضة ممكن تحط فيها 100 احتمال تأسيم، 200 احتمال ممكن يطلع معك، كله يعني تغيير مواقع. ايوه كله المواقع، تغيير المادة، شو نوع المادة اللي عم تستعملها بالطيران وبالهندسة المدنية وكل بكل العلوم، المادة والموقع والهذا والحركة. هلا بنجي بقى لقوانين الموضوعية خارج الوعي الإنساني، اللي هي قوانين الجدل. نحط هون نقطة بقى نحل هالمشكلة، انه لانه كثير في أزمة فكر فيها، انه في ثنائية اول اساس واضحة، انه الروح مصدر الحياة، والحياة عن الموت والنفس. حتى النبي وقت كان يحكي الرسول العظيم لك والذي نفس محمد بيده، ما بيقول روح محمد، والمسيحية مضبوط بيقولوا الصلاة على نفس فلان صح، عندهم اياها صح، ما بيقول الصلاة على روحه، شو بيقول لك الصلاة على راحة نفسي فلان، مضبوط صحيح من هون 100% مضبوط. وحتى عندهم شوفوا بالأجانب هي صح عندهم اياها، بيقول لك سبيريت وبيقول لك سول، سبيريت لا تعني سر الحياة عندهم، مضبوط سبيريت ما هي سر الحياة، بيقول لك سبيريتشوال لايف، الحياة الروحية، يعني هي الفنون والآداب والأخلاق وكذا، هي السبيريت. وفي سول هل هي النفس، هل هي بتموت؟ نحن عندنا جماعتنا مو هيك، جماعتنا لا سر الحياة، لك يا أخي مو سر الحياة، ما في بالمصحف ما في شيء اسمه روح يعني على علاقة بالحياة، ما في. والروح خالدة فعلا، هل هي الأوامر والتعليمات والمعرفة خالدة؟ مصبوط، والإنسان بس اللي روح بس، ما حدا الحيوانات نهائي باين كلها ما روح. لسبب شو بيقول لك؟ يعني أنا بدي عندي سؤال كتير واضح، بيقول لك يكون الإنسان في بطن أمه مضغة 40 يوما، ثم علقة نطفة، ثم مضغة، ثم علقة ل120 يوم، فيرسل الله ملكا فينفخ فيه الروح. طيب لك أنا من فمك أو دينك، لك طيب إذا كان الملك ينفخ فيه الروح بعد 120 يوم، طيب كان كائن حي ولا لا؟ طيب شو ساوى معه؟ قال نفخ فيه الروح. طيب ما هو كائن حي، يعني كان ميت يعني. طيب هو أصلا الحيوان ما بيضا كائن حي، هي الخلية كلها حية، والحياة عم تتكاثر، الحياة تكاثر عم تتكاثر عم تتكاثر، 120 يوم نفخ فيها الروح ماشي. طيب شو ساوى؟ يعني ميت صار حي، مو صحيح ابدا. طيب السؤال الثاني، انه اذا كان نحن حمار لقى حماره وفي جنين، يعني بيبعث الله ملك ينفخ فيه الروح للجنين تبع الحماره ولا لا؟ بدي اعرف انا اذا كان الروح سر الحياه، ليش ما يعني سؤال بنسالكم، يعني ليش حمار وحماره لقحوا بعض في جنين، في روح ولا ما في روح؟ بينفخ فيه الروح ولا ما بينفخ فيه الروح؟ ما مو صحيح. لا الروح شو الروح؟ بيعطي قانون عدم التناقض، ثم انشأناه خلقا اخر، شو اعطاه؟ قانون ايش؟ عدم التناقض. وهذا لانه هذا بانسنه بهذا القانون بيقدر يتعلم وبيفهم التشريع والتعليم وبيقدر يجرب، يعني هن مش انه والله نفخ فيه الروح. لك اخي من الروح، انتم من فمكم عم تقولوا انه الروح، هذا الكلام يعني انه الروح مصدر الحياة، هيك يعني؟ وليش انتم مصدر الحياة؟ طلعت روحه، شلون طلعت روحه؟ لسه البهايم ما فيها روح، فيها حياة بس ما فيها روح. نجي بقى للجدل. واحد، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدل في كتاب الله لا يستعمل إلا مع 2 أضداد،
في جدل وفي خطاب وفي حوار من المصحف المستعملين ثلاثة، جدل وخطاب وحوار، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، جدل بين ضدين الحق والباطل، حوار بين الشمال والجنوب، يعني مو يعني مو متخاصمين مو ضدين، يعني يعني كانت المرأة عم تحاور النبي، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، قال لك تجادلك انتبه، يعني في موقف ما انه هي بدها وما بدها اعتبه، بس الحوار انه هي مو ضدك هي والله يسمع تحاوركما. الخطاب من طرف واحد قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا فانهم مغرقون، قال له لا تحكي، الخطاب وقت واحد بيحكي بس، والحوار اثنين ما فيهم قطاط، والجدل بين قطاط. هلا قلنا قوانين الجدل في ثلاث ثنائيات، التناقضات contradiction، والازواج الباريتي، والقطاط الاوبوزيشن، مو مثل بعض، دول ثلاثة مو مثل بعض. الكونتراديكشن غير القطاط، لك غير التناقضات غير القطاط، الأضداد مو تناقضات، التناقضات والأزواج في الأشياء، والأضداد في ظواهر الأشياء في نومينا، الليل والنهار، الشمس الأرض والشمس شيء، الليل والنهار ظاهرة نتجت عن دوران الأرض حول الشمس، حول نفسها ظاهرة نتجت عن دوران، هي اسمها ظاهرة. وهناك الأضداد في ظواهر الأشياء ولا واحدة، العمى والبصر وحدتهم العين أو الأبصار، الشهيق والزفير وحدتهم التنفس، دائما له وحدة ضدين، له وحدة دائما فيهم التناقضات، الليل والنهار كله هذا كله موجود، الأضداد موجودة، الحق والباطل دائما تناقضات في القرآن شارحة تماما في القرآن، وقال لك هي قانون جذري. شو التناقض؟ قال لك أحمد مو أحمد، هذا التناقض، والطبيعة تقوم على هذا، أنا مو أنا، هذا التناقض. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، للناس عملون، طيب أنا في ريب من البعث برهن، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هي تناقض. شو المضغة؟ مخلقة وإيش؟ إيه تناقض، هني بيقولوا أخرى، لا هي مخلقة وغير مخلقة. عرفت شو معنى الخلق المخلقة؟ قال له شو المخلقة؟ يعني ديزاين، وغير مخلقة يعني سرطانية. قال له شو؟ قال له معناته النمو، المضغة تنمو، وما ضغطه العداوة، يعني ما ضغطه الشيء يعني عاودته العداوة في ممادغة في مماحكة، أي الممادغة، مضغتين مخلقة وغير مخلقة. قال له شو؟ في صراع بين أن تكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني سرطان، يا أما تطلع الإصبع مثل ما هي مخلقة، النمو مخلق، يعني بيطلع الإنسان مخلق أو بيطلع كتلة، عمل مو كتلة، هذا قال له هذا النمو هون، قال له المضى مخلقة وغير مخلقة، هذا قال له هذا صراع المتناقضات، إن تكون مضى فيها مخلق وفيها غير مخلق، وهذا سر عمل الخلايا الإنسانية ليموت، إنه الخلايا الإنسانية في صراع إنه تكافح السرطان، إنه تكون خلية مو مسرطنة على طول موجودة. أن تكون مخلقة وغير مخلقة، والمخلقة إذا غلبت الغير مخلقة بتكون النمو عادي، الغير مخلقة غلبتها بيكون نمو سرطاني، يعني وقت وقال مخلقة يعني في نمو. يدي في مكانها وغير مكانها، في مكانها وغير مكانها، في مكانها وغير مكانها، يعني تحرك، هذا التناقض. القانون الأساسي للتناقض هو الصراع بين الحياة والموت، هذا قانون أساسي للكون كله.
الصراع بين الوقاء والهلاك، والنصير دائما للهلاك. هذا القانون الأساسي، هذا قانون أساسي الوجود، الصراع بين البقاء والهلاك، والنصير لمين؟ للهلاك. حسب الجدل ظاهرة الموت، تصير قوانين الجدل حقيقة ظاهرة الموت. الموت هو الظاهرة التي تعبر عن العلاقة الحركية بين المادة والزمن في الأجسام الحية، وفي الأجسام غير الحية تغير الشكل. ولولا الموت في ضدين نقيضين، الموت هو الظاهرة الكامنة وراء سعادة البشر كلهم، والظاهرة الكامنة وراء حزن البشر كلهم، هو نفسه، لأنه لولا الموت ما بيصير تغيير، وهو الظاهرة الكامنة وراء سعادة البشر كلهم، والظاهرة الكامنة وراء حزن البشر كلهم. تنتين موجودين فيه الأزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. إذن الأضداد هو قانون موجود في الشيء الواحد، عفوا التناقضات هو موجود في يعني يدي هي يدي وليست يدي، يعني عم تتغير أي معناتها. أما الأزواج هي زوج هي، الأزواج هو قانون التكيف، هذا قانون الزوجية، هو قانون التكيف بين الأشياء، وقانون الأضداد في ظواهر الأشياء، يدي زوجين، يدي هي يدي وليس في يدي، يعني أنت تغير قبض وبسط، هاي الأضداد ظواهر الأشياء، قبض وبسط هاي مو شيء، أي ظاهرة. الغنى والفقر ظاهرة، الشيء هو المجتمع الناس، هذا الشيء الغنى والفقر هو ظاهرة. هي قوانين مو منطق، المنطق ما في غير منطق واحد، اللوجيك واحد ما في غيره، هو يقوم على قانون عدم التناقض، هذا هو مس. والإنسان عم يقلد رب العالمين بإيش؟ إنه عنده رياضيات، رياضيات سابقة، معناته في الإنسان بعلوم العدم كمان عنده شغلات بيحط فيها علاقات مجردة، ومعناها الفيزيائي بيظهر بعدين مثل رب العالمين. علم الله في علمه كانت دالات بدون مدلولات، اللي علم رياضي بحت، ثم ظهرت المدلولات، هل هي وكلمات رب العالمين. لاحظوا قديش حرية كثير كبيرة صارت، قديش حرية واضحة صارت، ما عاد في يعني اللي كله هذا، لا صارت حرية واضحة تماما. يعني هل إجا قبل هو القرآن بس، ما تجد اللي إجا قبل وكذا عبس وتولى وكذا، لا 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 أبدا. يعني لاحظوا، يعني أنا ما عم بفهم كيف الناس وافقت أحمد بن حنبل، أنا ما عم فهمها. لا لا وقف قال عند أحمد بن حنبل، أنا يعني 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 ما معقول، يعني لوما السلطة، يعني دوخنا الزلمة، يعني دخلنا بنفق مو معقول. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مو موجودة في سورة يوسف. إمامنا أحمد بن حنبل قال هذا كلام الله أزلي، لا يا سيدي هذا كلام أولاد يعقوب لاغون ومو أزلي، حصل قبل النبي بالسنة، شفت أمور لا أزلي من قبل الله يخلق السماوات والأرض، شفتوا على المشكلة وقعنا فيها، وعنا مشكلة كتير كبيرة. وتحول العقل الإسلامي إلى عقل ثالث بس حولنا إلى مجموعة من التزاج، سزاج لا مثيل لها، لا مثيل لها. أنا ربكم الأعلى، إيه لك شو أنا ربكم الأعلى، هذا كلام فرعون لك يا عيني، كلام الله المباشر، انتبهوا المباشر في كتاب الله ما بيطلعوا ثلاث صفحات. فلما آتاهم نودي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، مين عم يحكي؟ الله، الله عم يحكي. بينما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، مين عم يحكي؟ جبريل عم يحكي عن الله. الله بيحكي عن حاله
يقول الله الذي لا إله إلا هو، يقول الله الذي لا إله إلا أنا. بتقول الله الذي لا إله هو معنى هذا قول جبريل عن الله. يعني هم لازم نشوف الضمائر وكله، يعني هالأمور كلها ما في مزح يعني فيها الأمور. هي بدها الواحد ولهسه صار لي 40 سنة عم بشتغل، والساعة دخلت بقى بالرسالة ودخلت بالأحكام ودخلت بهالأمور هي كلها، يعني كلها صرت 5 كتب ولا لا والسادس كمان جاي هالطريق. عم باخذ تطور في القصص القرآنية، كيف تطور من آدم لسيدي رسول الله، التاريخ تصير التاريخ، إنه شو أعطانا في القصص، شو أعطانا، على ايش عملنا. الله يعطيكم العافية وشكرا كثير. يعني ايش اللي عم تحكي؟ الوجبة كثير دسمة والوقت ما اعرفش، طبعا احنا ما اعرفش الوقت كثير متأخر بالنسبة لكم. هل دكتور بس بليز الأسئلة يعني تكون في صلب الموضوع، لأنه أسئلة كتير فخلنا يعني الأسئلة في نظرية المعرفة أو حوالين اللي قاله الدكتور ما ياخدناش، لأنه فيه لو في نقط والدكتور هيتكلم هتباتوا معنا النهاردة في الأوتيل. ف يعني أولا أنا الدكتور أحمد عواد، يعني أولا ما استمعت إليه هذه الليلة أرحب بك مرة، معلش يعني مضطر لهذا الكلاشي أن أرحب بك مرة ثانية، أرحب بك مرة ثانية وأشكر الذين نظموا هذه الجلسة. وأعود إليك، فقد لم أستمع هذه الليلة إلى أي شيء جديد، فكل ما تكلمت به فقد جاء في القرآن والكتاب، على الأقل لم تذكر لا أي شيء من الإيمان ولا الإسلام ولا الدولة والمجتمع، على الأقل حصرت كل ما قلته هذه الليلة في الكتاب الأول، وعلى الأقل أنا قرأت هذا الكتاب بعناية، ويعني كان مثل المنشور السري، فأنا شهدتي عليه يعني عندما خرج هذا الكتاب في عمان وزع. ما عليك صوتي ليس مفهوما في خلال الصوت، سامعني هيك؟ سامعني؟ اوكي دكتور. قلت يعني يكفي ان ترى نصرك يعني في هذا في القرآن والكتاب ان تسمع تجربتي. سمعنا انه هناك كتاب منشور سري ممنوعا يوزع في البلد باسمه القرآن والكتاب، جئنا بنسخة من سوريا وصورناها 10-15 في سنة 90-91، ثم فيما بعد ذلك سمحوا به وإلى آخره. فعموما أنا يعني تخصص فلسفة وقرأت القرآن والكتاب بقراءة دقيقة ودقيقة جدا، وأنا صاحب مشروع فلسفي، هذا 2-3. يعني فيما يتعلق بموقفي أنت طبعا اجتهدت ويعني كنت مبدعا، ولكن حتما لدينا بعض التحفظات. يعني اولا انا معك ابتداء في الموقف النظرية اللغوية التي انطلقت منها في نفي الترادف، انا معك، ابدعت في هذا الفرق، يعني الفروق الدقيقة بين القرآن والكتاب والفرقاني، وانت كنت متجليا في لمحات رائعة، ولكن في بعض اللمحات كنت يعني متعسفا، حتى النص في يعني مقاييس اللغة كنت قد لي يعني احيانا شديت النص اكثر مما يجب مرات عديدة، ومرات عديدة جدا لم تكن موفقا في هذا. نعم في لحظات رائعة مثل الهامانات، مثلا قارون وهامان وفرعون، هناك آيات عديدة جدا يعني وتشكر عليها، واذا اختلفنا في هذا الامر فلا يعني شيء على الاطلاق، لكن نحن بحاجة فعلا الى عادة قراءة النص القرآني، ولكن الى اين نعود دكتور؟ الى اين نعود؟ هل نعود كما فعلت انت الى مقاييس اللغة؟ هذا واحد. لماذا لا نعود الى مثلا اخذ ابو القاسم الحاج حماد، مثلا اعتبر النص القرآني فعلا مدونة لغوية مثل المصطلحات الرياضية، وعلينا اعادة قراءتها مثلا بالاستناد الى نفس القرآن، لا يجوز مخالفة الكلمة الا بالكلمة. فانت يعني كيف نثق بصاحب مقاييس اللغة مثلا؟ هذا سؤال. انت عارف مثلا صاحب المقاييس تأخر. خذ 2، انت قدمت نفسك بوصفك ماركسية، انت لست ماركسيا، كفروك لانك ماركسي، لان الماركس التقليدي مكفر، يعني لا يعترفون بوجود الله، لا يعترفون بان هناك اله خارق لهذا العالم، هذا موقف ماركس الدين في الشعوب يا سيدي كما تعلم، وموقف انجلز. هل قدمت نفسك بانك ماركسي؟ انا ماري ماركس، انا لست ماركسيا، انا عارف، وهم كفروك لانهم يظنون انك ماركسي، انك انت لست ماركسيا، وحتى عندما بس لكني ولكني لا ازم ماركس،
انت انت لديك احترم كل الفلاسفه. ماركس لم يقدم نظريه في الدين وانجزها، وكذلك لينين، وكذلك كل شراح السوفيت عجزوا عن تقديم هذه النظريه. كان يفترض فيك اذا اردت ان تتبنى نظريه الجدل ان تقدم لنا عرضا نظريا لهذه النظريه، انت لم تقدمها. هذه نقطه الضعف، وعابوا عليك تأويل العلم أيضا. العلم يعني قدمت لنا، خذ نظرية الانفجار الكوني مثلا، كانت الاتحاد السوفيتي رفضها مثلا، وأنت تعلم أنهم في الاتحاد السوفيتي رفضوها في التأويل. أنا معك، ولكن نظرية الانفجار الكوني يختلف الناس عليها. هشام غصي في عمان أن وهو أستاذ فيزياء يقول هذه تدل على أن الله ليس موجودا، وأنت تقول أن الله موجود. أكتفي بهذا القدر. طبعا أكيد، بس أولا أنا آسف طول بالك. أولا في شغلة هامة بالنسبة للقوانين الجدل، أنا آسف إلا قوانين الجدل، قريت كل الكتب العربية لشرح قوانين الجدل ما شفتها موفقة في شرحها، ما أنا آسف إلا يعني أنا قريتها في الروسي وقريت بهيجل، بس الكتب العربية غير موفقة نهائيا. وأنا حاولت أشرح قوانين الجدل مو انطلاقا من حبي لماركس أو كري له، انطلاقا أنه في الجدل قوانين موجودة وتستحق الدراسة، وقوانين موضوعية يعني هي امور. وبعدين انا مثل ما هي قوانين موضوعيه انا اللي استعملها مثلي مثل اي انسان ثاني، ما يعني وين الخلاف. وبعدين ما عندي موقف انا ضد مارس ولا معه. الشيء الثاني على بيك على قوانين مقاييس اللغة، اولا ديدني الاساسي هو القران يفسر بعضه بعضا. اولا قعدت ست شهور حتى عرفت الفرق بين جاء وأتى، مو مقاييس اللغة ولا قاموس باللغة العربية كلها أعطاني الفرق. اضطريت أقعد ست شهور طالع راجعت 859 آية قطعتهم ببعض حتى عرفت الفرق بين جاء وأتى، ما أخذتهم مقاييس اللغة. والآن أنا في صدد وضع قاموس بلا ترادف، غير ما بدنا مقاييس اللغة، بدي أقطع قاموس ما في ترادف جديد. أقعد سنين حتى أعرف الفرق بين النبأ والخبر، ما حدا قال لي إياه ولا لقيته ولا بقاموس. شو الفرق بين ليش محمد نبي مو مخبر؟ ما لقيته بلا قواميس قواقيس لغة بلا زمخشري بلا حدا، ما لقيته. جاء وأتى ما لقيته، كله بالهي أي هي شو هي أي هي. الفعل والعمل ما لقيت الفرق. الإحصاء والعد ما لقيت الفرق. طلعت لحالي وصير أعطي القرآن، ضل أعطي الآيات ببعضها، آيات الآيات ببعضها وأربطها، آيات الآيات ببعضها وأربطها حتى لاقي المعنى، إنه هذا المعنى هذه لقط تماما معنى. يعني وقت أخذت لوجدت إنه أفضل قاموس من القواميس الموجودة بالمراجع هو معظم مقاييس اللغة لابن فارس، بس ما هو بيرفكت. وجوا ناس قالوا محمد شهرور قدس الله سره، وهيك قال محمد شهرور فلعنة الله عليهم إذا ما تجاوزوني. واضح كلامي؟ لعنة الله عليهم إذا ما تجاوزوني. حتى في الكتب تصحح كتاب بعد كتاب، لا يقولوا والله فلان، لا أخي اقروا أنتوا، استعملوا أدوات معرفية أحسن وطالوا أحسن. بعدين بيجي واحد بيقول لي انه هلا اذا تركنا كل واحد يمسك القران ويفسره كل واحد بيكتب شكل، قلت له يا ريت، قلت له انا صار لي مطالع كتابي 18 سنه ما حدا سواه مثلي، ليش انت خايف؟ انا بتمنى يكون شيء 10. طلع ما في يعني خايفين من، قال اذا فتحت الباب على مصراعينه بصير 1000 مفسر. قلت له يا ريت، بس ما في، يا ريت يطلعوا بس ما في. نسمح بسؤال تاني بسرعة من الصف التاني، بس مختصر لاختصار أمام ما قاله محمد حرور في هذا المساء. لاختصار، الحقيقة أن الاستماع إليك أفضل من قراءة كتابك، لأنك مبين بلهجتك أكثر من لغتك البيانية في الكتاب والقرآن. هي اقتراح وملاحظة للنقاش والسؤال، ما قلته دسم جدا وفيه كم من المعلومات وكم من الأفكار التي بنيت عليها كان يمكن نقاشها. الاقتراح أبدأ به، أنا أقترح على محمد شحرور أن يتحدث عن الرسالات بوصفها
الدوائر التي تتكون في سطح الماء عندما يلقى فيه حجر. محمد شحرور يتحدث عن الرسالات بوصفها تطورا زمنيا، بوصفها خطا مستقيما يسير من الأقدم إلى الأحدث، وأنا أقترح عليه أن يتحدث عنها بوصفها دوائر صح تتوسع صح أكثر، وهكذا أفعل. نعم. المسألة الثانية التي أؤكد فيها على ما يقول محمد شحرور، الذي ميز بين القرآن الذي فيه إعجاز والرسالة التي لا إعجاز فيها، الرسالة بوصفها أحكاما، وهذه الأحكام مبني عليها السؤال. قلت بأن الله في الرسالة الخاتمة قال للإنسان إنك الآن قادر على أن تفعل وحدك، بمعنى أن المعرفة التي حددها له بالمنطق باللغة بعدم التناقض في الأشياء بالاتفاق بين المسمى والاسم والدال والمدلول، أصبح الإنسان قادرا وحده على أن يحكم ويقرر. هل يقترح محمد شحرور إذن أن نتوقف عند هذا الحد، نستغني عن الرسالات ويمكن لنا أن نضع شيئا من عندنا نحن استمرارا لما هو فيها أو تجديدا على ما جاءت به؟ التأكيد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مبدأ الوحي، وهذا الجميل في محمد شحرور، هذه الالتقاطات الجميلة المدهشة، جاءني جبريل بنمط من ديباج أخضر فيه كتاب وقال اقرأ، قلت ما أقرأ، ثم قال اقرأ إلى آخره. القرآن نزل دفعة واحدة، أما الرسالة فلم تنزل دفعة واحدة، وإنما كانت منجمة بحسب الحوادث. وميل محمد شحرور للفكر الاعتزالي ها هنا، للفكرة الاعتزالية، للفكرة، أنا أعرف أنك تجاوزتهم، لكن لفكرة المعتزلة بأن كلام الله مخلوق، الكلام مخلوق وكلمة الله أصبحت مختلفة، يعني أكثر من مدهش، أشكر له ذلك. شكرا دكتور. لي جواب السؤال، مشان الرسالة الإعجاز بالنبوة، طيب وين 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 صلاحية الرسالة؟ عالمية الرسالة، أنا ما حكيت شيء عليها. عالمية الرسالة ما حكيت شيء عليها، لكن الآن بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس يعني يابان وانجليز وكذا، مو نحن، مو نحن، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحنيفية هي منهج الإنسان إلى أن تقوم الساعة، هذا اللي بعث فيه رسول الله، ما عاد بدنا رسول، يعني المنهج الحنيفي هو ثبتنا أعطانا إياه. الحنيفية اللي أعطانا إياها أنه كل شرائع الرسل قبل محمد كان الإنسان يسير من المشخص إلى المجرد، وكانت رسالة سيدي رسول الله هي المجرد، جرد، ولا سبب قال لهم ما عاد بدكم أعطيكم أنا المجرد. الرسالات ما بيطلعوا آيات الأحكام 100 آية، بينما رسالة موسى 613 بند مشخصة. ولا سؤال قال له لموسى، قال لهم ذبحوا بقرة، عرفت ليش حط لنا البقرة؟ يعني شو والله إنه ذبحوا بقرة وعذبونا، ليش حط لنا إياها بالمصحف؟ قال لك يا عيني ما فهموها، إنه أنت هلا بتروح لعنده بتقول له ذبح خروف، إذا كان بدائي بيقول لك له قرون ولا ماله، قاص الشعر ولا مقاصص، بصير بيسألك هيك أسئلة ما بيفهمها، إنه خاروف وبس ما بيفهمها، قال له كانوا مجرد مشخصين ما يفهموا المجرد، لسبب قالوا له بدنا نشوف الله، ما قالوا له بدنا، وموسى قال له كمان الله اللي بدي يشوفه. وقت إجا لرسول الله 613 بند ترشيع مشخصة، شريعة موسى كتير طويلة فيها دقائق كتير، اجى للرسول قال لا لا قال له طول، قال له هاي كلها رسالة، قال له انت رسالتك لأهل الأرض هي الحدود بس، انا اعطيتك حدود الملعب، بكرة القدم في حدود، لا تطالعوا الطابة برا، الطابة خلوا الطابة جوات الملعب، وعنكم 100 مليون احتمال لعبة لعبوا، هي رسالته كل أهل الأرض ماشيين عليها، كل أهل الأرض إلا نحن ما ماشيين عليها. يعني وقت اجى قال له عقوبة القاتل الاعدام، ما عم يعطي عقوبة الاعدام، عم يعطي الحد الاعلى لعقوبة الاعدام، لعقوبة القاتل، قال له عقوبة القاتل
لا تتجاوز الإعدام، لا تتجاوز. قال له بدك نقصه نقصه، بدك سامحه سامحه، بس اوعك تتجاوز الإعدام. يعني هل قالوا بدنا هل يلغوا الإعدام وقالوا بدنا نرجع عقوبة الإعدام؟ صح. وطلعت مظاهرات قالوا بدنا نلغي عقوبة الإعدام؟ صح. اثنين حنيفيات، اثنين صح. مين بيقرر؟ قالوا البرلمان. الناس بتقرر، ما عاد بدنا فقهاء مفتين، ما عاد بدنا، البرلمان بيقرر مو المفتي، لأنه الشريعة الإسلامية شريعة حدودية، الله أعطاك حدود الله. الترشيع المدني الترشيع الإسلامي ترشيع مدني إنساني ضمن حدود الله، هذا الترشيع الإسلامي. لأسف الشريعة الرسالة شغالة لهلا، لا لا ما تركناها شغالة. بس إذا بتقلي ما حدا عم يقطع إيد السارق بالأرض كلها، بقول له إيه مزبوط، ما بدهم يقطعوها، بدهم حقوق أقل. معلش شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ بدنا الناس عقوبة أقل، إيه خلاص عقوبة أقل، بس ما بصير تتجاوزها. شو أعطاك؟ أعطاك السائق هون. طيب في شغلة أعطاك البوتوم؟ قال له إيه. في شغلة أعطاني لتحت؟ قال له شو؟ قال له محارم النكاح، حرمت عليك أمهاتكم كذا عدون. قال له أوعك أوعك تتجاوزهم، يعني تنكح واحدة من هدول. قال له إذا بدك زيد؟ قال له أزيد. قال له زيد؟ قال له يعني إجوا إجت الدولة بدها تمنع واحد يتجوز بنت عمه؟ قال له إيه تمنعه، وين المشكلة؟ جيت قال له ما علي، بس اوعك اوعك تنقص وحده من هدول، معناتها تجاوزت لحد. مداخله ثانيه دكتور بعد اذنك. مساء الخير، عمر ابو رصاع من عمان. بدايه يعني ارحب بالدكتور شحرور بترحيبا نزاريا دمشقيا، فاقول حديثك سجاده فارسيه. الحقيقة الكثير من النقاط التي أثيرت في هذه المحاضرة القيمة، والتي ربما حاول الدكتور أن يكثف جملة أفكار عديدة فيها، ربما يختزل إلى حد ما أفكارا تحتاج إلى توسيع كبير، ربما أبحاث تحتاج إلى عقود حتى يتم إنجازها. نقطة أحببت أن أعقب فيها قضية الجدل وقوانين الجدل. يعني إذا كان ماركس ومن قبله هيجل قدموا لهذه القوانين، فذلك لا يعني أنه عمل ماركس أو ما طبقه ماركس عندما استخدم هذه القوانين على التاريخ أن هذا هو الجدل. أيضا ماركس عندما وضع أو وضع تصوره لهذه القوانين الجدلية لم يقل بأنه اخترعها، إنما هو حاول أن يكتشفها أو وضع، قال أنا اكتشفت هذه القوانين من خلال الواقع، وبالتالي عندما استخدمها أنا في التحليل أو استخدمها الدكتور أو قرأها الدكتور استعملها في قراءته باعتقادي لا يعني ذلك ماركسية، بينما ممكن أن أقول أن الماركسية عمل ينصرف لقراءة ماركس على التاريخ، ذلك شأن آخر، أو تطبيقات ماركس قراءته للتاريخ مستعملا الجدل. أعود إلى محتوى المحاضرة. الحقيقة استوقفني في البداية سؤال أكتفي به، لأن سنقضي للفجر كما تفضل الأستاذ. تحدثت دكتور وقلت أنه أنا أتكلم عن وحي بالنص والمحتوى، فأنا أقف عند كلمة بالنص وأضع تحتها ثلاثة خطوط وأتساءل عندما أقول النص أين هذا النص من الخطاب ومن الرسم. هل ترى بأن الرسم هو جزء من هذا النص، أم نتكلم عن النص بصفته خطابا؟ شكرا. ما فهمت سعيد السؤال، ما فهمته. تفضلت ذكرت في بداية المحاضرة دكتور أن أؤمن بأنه وحي من الله بالنص والمحتوى. نعم نعم، بالنص والمحتوى. نعم. فهنا ماذا عنينا بكلمة نص؟ أوكي. هل الخطاب؟ هل الرسم؟ هل هذا النص المكتوب بين أيدينا؟ هل الكتابة هي جزء من ذلك الوحي؟ لأن هنالك العديد. أنا يعني المدخل الذي أريد أن أصل. أحسنت. شكرا. وصلت يعني. أهلا. شكرا. أولا هذا جواب على اللي بيقولوا السنة وحي. السنة ليست وحيا، مستحيل. وبيستعملوا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أي وحي أي سنة؟ لا، طولوا بالكم. قال الله لا
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا قال له اعتراض ما حدا. طيب اذا قلت له قال رسول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في اعتراضات عليها؟ فيه، انا هيك بظن في اعتراضات. قال رسول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قلت لي وين رايح انت؟ هذا مو قال رسول الله، هذا قال الله. قال له طيب شو دور الرسول فيه لك؟ قال لي هذا بقول لكم قال الله نطق رسول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حدا له اعتراض عليها؟ ما حدا له اعتراض. كانت وظيفة الرسول له هو النطق، لا سوى لك وما ينطق عن الهوى ما عميك عن السنة، هذا قول الله ونطق رسول الله، مو الخط، هذا الخط كله شيله ما لك ولا كلام، هو سمعوه عن رسول منطوق، لا سوى تقول وينطق عن الهوى أو كن ظن عميك عن الحديث، إذا كان الحديث واحد لازم تقول قال الله، لأنه النطق عندما يتحول إلى معنى في الذهن فيصبح قولا، عندما يتحول النطق إلى معنى في الذهن فيصبح قولا. تسب ما في لك ما ينطق عليه وطويل بالك شو ينطق عليه وعميك على المصحف، لأنه وظيفة النطق ما عنده وظيفة ثانية، وهو النطق، والنطق للذكر هو الصيغة المنطوقة وهي الصيغة التعبدية، والله حفظ الذكر حفظ الصيغة المنطوقة. نعم مدخلة الأخيرة، وطبعا أنا سعيد إنه في القاعة كثير من our ladies بس ما سمعناش أي أسئلة. تسألني إنه ليش سمى سورة النساء؟ الدكتور عندي سؤال تاني أهم. إنه بيجوا يقولوا قال الله كرم المرأة قام سمى سورة باسمها، والله هيك قالوا. أنا سمعت مو إنه يعني ما عم بفتري على أحد. فسألنا عايزين تفسيرها دكتور، بيسألوا عن التفسير. إنه الله كرم المرأة سمى سورة باسمها، قالوا مزبوط بس كرم البقرة أكثر. لأنه سورة النساء 176 آية، سورة البقرة 282 آية. البقرة بعد اللي سورة البقرة يعني الكاو، مو يعني الكاو يعني اثنين. والله كرم النمل وكرم النحل، طيب كله قبلنا، بس في شارع كرم المنافقين، في سورة اسمها سورة المنافقين إذا تكريم، لا المنافقين وسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون كمان في غيره بقى. هذا كله ما شو هذا كلام مفروض هذا كله، لا هذا هي مساودة عن النساء. وبعدين سورة النساء وسورة البقرة، سورة البقرة ما لها علاقة بالكاو، ديروا بالكم إطلاقا ما لها علاقة بالكاو، هي هذا اسمه الأمبيغويتي، هذه اسمها هذا مقصودة، بيقول لك الآيات متشابهات يعني مقصودة، مقصودة الصياغة، مقصودة صياغة غامضة مقصودة مشان ضل الدور مع الوقت. هلا بتطالع فعل بقرة بتشوف كل شيء إلا البقرة، هل الكاو. هلا في واحد أبو لجعفر الصادق اسمه محمد الباقر، هو في بقر من العلم والولد والمال كتير عنده، قال له سورة البقرة، قال له هي الحاوية، في هي أكبر سورة بالمصحف، أكبر عدد من الآيات وأكثر سورة فيها مواضيع، حاوية المواضيع، قال له هي الحاوية هي البقرة، مشان يزيد بقى الإبهام فيها البقرة هل هي الكاو جوا، اسبحوا بقرة حتى جوا، وهي وتشابهت علينا. والنساء من النسيء هي التأخير، سورة النساء افتحوا سورة النساء وشوفوا الكتاب المقدس بتشافوا أحكام سورة النساء لم تأتي إلى رسول قبل محمد، أخر له، هاي المتأخرات اسمها سورة إيش؟ المتأخرات، يعني ما أتوا إلى رسول قبله كله تأخروا له، أخرون لعنده. هل له هاي سورة النساء وزينا للنساء حب السواتي من النساء ما عميك على الحريم، لأنه حاطتهم مع الدوابون، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، الأنعام يعني خيل وبغال وحمير وبقر، حاطت النسوان معهم زينا للناس.
والله هيك شيء هيك هلا النساء يعني لا بالدروس بيقول لك فتنة المرأة ما صار له كذا شهر بالشريعة والحياة قال فتنة المرأة بدية زينة للناس حب الشهوات من النساء ولك طيب ولك فتنة يعني جماعة في يعني كمان لو كان انه يعني انا بستغرب انه ما بيفتحوا مصحف يعني ما بيقروا يعني والله غريبة يعني بستغرب انه احيانا بشك انه انتم بتصعب تفتحوا مصحف يعني تقروا لك الفتنة ومشتقاتها جاي بالمصحف 60 مرة ولا مرة فيها مرة يعني الفتنة مع النساء ومع المرأة ولا مرة مذكورة يعني ما في الفتنة مع المرأة مو مذكورة ولا مرة عميك على شغلات تانية ما عدا المرأة ما في فتنة وليش قلت لي فتنة المرأة هالفتنة يعني يعني حاطة ليش فتنة قال النساء قال النساء النسوان يعني النسوان والبهايم صاروا مع بعض يعني حاطوا فيها وبتقول لي الله كرم المرأة شو كرم المرأة إذا كرم المرأة حاطتها مع البهايم وبعدين فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين قال شو قال بنين يعني صبيان انه الله حط انه شوفوا عم يمننا انه عطيتكم صبيان وبهايم حطوا مع بعض انعام وبنين هيك أمدكم بأنعام وبنين عطيتكم صبيان هالبنين صبيان وبهايم لكن اذا كان عم تمننا عطيتنا صبيان وبهايم ليش كان عم تقلنا اذا بشر احدهم بالانثى لازم يعني لا لازم ما تلومنا هاي كل الامور هاي في هاي متشابهات يا جماعه هاي ايات متشابهات فيها 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 هذا فيها التباس كثير مقصوده اخر شيء قدموا العلم الاكتشافات الانسان استقر متى بنى واستقر متى عندما ذلل الانعام انت استقر الانسان عندما ذلل الانعام تذليل الانعام بالمصحف شوفوا شو عم يعطيك بالنبوه بين نوح وهود اقروا نوح الانعام مو مذكوره ابدا ما في يعني على زمان ما في خير وبغال وحمير يعني الانسان بيستعملها ما في كان في طير وما طير وكذا الانعام غير مذلله لسبب نوح اقروا نوح ما في انعام إذا بين نوح وهود واتقوا الذي أحميها على قومه أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين قال له الإنسان استقر وبنى عندما ذلل الأنعام فربط الأنعام بالبناء هيك زبطت ربط الأنعام بالبناء البنين مفردة بنانة كل شيء مفرده فيها بآخره بنانة جمع بنان جمع الجمع بنون أمدكم بأنعام وبنين بنون المال والبنون البنون هون مو صبيان بنون الأبنية العقارات الأبنية المواد غير منقولة فقال له أمدكم بأنعام وبنين معناته قال له إمتى صار الاستقرار قال له صار بين نوع وهود استقر الإنسان وبنى قام الآية اللي بعدها شو قال لك أتبنون بكل ريع آية تعبثون أباطل أسأل له أتبنون بكل يعني بنيته يعني مذلل الأنعام هلا النساء متأخرات عم يحكي على أشياء ذلك متاع الحياة الدنيا عم يحكي على أشياء 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 متاع لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم يعني في أغراض عم يحكي على أغراض ما عم يحكي على جسم على إنسان على كائنات حية النساء هي المتأخرات جمع نسيء والنسيء هو المتأخر قال له هي الشهوة رقم واحد عند أهل الأرض عند الذكور والإناث السيارة موديل 2008 إجت متأخرة عن 2007 قال له هي الإنسان بيشتريها أكثر كل شيء جديد هي الشهوة كل شيء مستجد من الأشياء ما تأخر ظهور من الأشياء هي الشهوة تبعكم رقم واحد محرمات الزينة وضحت شو النساء هي النساء قال له زينة أنا أحب سوات من النساء نساء هي المتأخرات ما تأخر من الأشياء كلها هي 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 شهوة شوي مو 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 مرأة جمع نسيء هو النساء جمع نسيء وجمع امرأة هون جمع نسيء
والنساء جمع نسي جمع متأخرات، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن نساء، عملك على كل شيء تأخر للذكور، عملك على الموبايل وعلى التلفزيون وعلى السيارة، كل شيء جديد كل شيء طريع جديد، هذا مكسب لكم استعملوا كيف ما بدكم، هذا لا عملك عليك، نساؤكم حرص لكم، هل مظنوا عملك على الجنس؟ لا ما عملك على الجنس، عملك على الأغراض. يعني زينتهن يعني كمان وقت قالوا أو نسائهن ما عملك على نسوان، يعني دائما بتكون تاخذوا سياق الآية، هلا وقت عملك على نساء جمع امرأة بيقول لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، النساء أنتم بقى، لأنه سياق بيعطيك إياه، رأسا سياق بيعطيك إياه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يعني عملك عليكم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عملك عليكم، يعني دائما السياق بيعطيك انه هو عميك على مين، عميك على امرأة ولا عميك على شيء. لك يا ابتي الآية اللي قبل اعطاك المكان والزمان وصغار لقى الآية اللي قبل ويسألونك عن المحيط، هذه اللي قبل تعرفيها، وقل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يغفر، فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث امركم الله، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أعطاك الزمان والمكان ولا ما أعطاك إياه؟ طيب ما أغلق أغلق الموضوع أغلق، وليش وبعد نساؤكم حرص لكم؟ طيب ما أغلق، وأن هي زمانية مكانية، والحرص مين قال لك جنس؟ مين قال لك جنس؟ من كان يريد حرص الدنيا ومن كان يريد حرص الآخرة، جنس؟ لا مو جنس، منين جاب لك كلمة حرص؟ شو العلاقة بالجنس؟ ما العلاقة؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، عميك على الجنس؟ أن اغتوا إلى حرثكم، عميك على الجنس؟ الحرث هو الغلة، أول معنى له هو الغلة مو الأرض، تقول يعني أنا رايح أسقي البطاطا مو رايح أسقي الأرض، رايح أسقي الفولات ما بسقي الأرض، الذي يسقى هو الحرث مو الأرض، إنها بقرة ذلول لا تسقي تسير الأرض ولا تسقي ولا تسقي الحرث، يعني دقيق أن اغدوا على حرثكم، الحرث هو الغلة الزراعية، وبالمعنى العام هو المكسب، كل شيء مكسب الحرث، إنه الناس تشتهي المكاسب، إيه مظبوط تشتهي المكاسب البونص، يعني ايه بتحب البونص لكن شو يعني جاهزاتها، يعني ايه بتحب لكن شو كل شيء مكاسب، قالوا ايه بحبها لكن شو، والشهوة غير الغريزة، الشهوة هي ارادة واعية والغريزة ارادة غير واعية، يعني الغريزة ارادة غير واعية والشهوة ارادة واعية، كثير فرق كبير بيناتهم، يعني الطعام غريزة، يعني الاسد بيصطاد غزال بياكله هذا غريزة، أما الشهوة السلطة والشواء يعني أنت عم تدخل معرفة صرت بالأكل، معرفة صار فيه شواء وسلطة وكذا وصحون وطاولة وإلى آخره، جاي على بالي تبولة، جاي على بالي هي اسمها شهوة، بسبب الجنة قال لهم لهم فيها ما يستوون، الشهوة رغبة واعية، رغبات واعية، هي الإنسان بيشتهيها مو الحيوان، الحيوان غريزي، شهوة غريزة الجنس، شو الشهوات الجنس؟ قال له شهوات الجنس البرفانات واللانجيري وشو بدكم بقى، كل هالشيء اللي له علاقة، قال له هذا، قال له هي شهوات كلها، هي لها علاقة بالجنس، بس هي شهوات مو غرائز، وقيس عليها بقى، قال له عم يحكي على رغبات واعية لدى الإنسان. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قال له ليش؟ قال له لأنه الذهب هو بباطن الأرض ما حدا بيشتيه، يعني أنت بتشتيه في الزاد ذهب موجودة على عمق كيلومتر بجنوب أفريقيا ما حدا بيشتيه، قال له بيشتيه أنا القناطير المقنطرة، بس بتكون مقنطرة، إذا مقنطرة ما بيشتيه، مقنطرة عرفت شو يعني مقنطرة؟ تكفي القناطر الخيرية شو يعني؟ القنطرة شو شكلها؟ تعرف لك اروحوا على الصاغة في قطعة صيغة ما فيها كيرف، كل الصيغة الدنيا كلها شوفوها ما في قطعة صيغة ما فيها منحني،
قال له قناطير مقنطرة، قال له الصيغة بدها تكون مقنطرة، روحوا على محلات صيغة وفرجوا الأساور والحلق والكذا، إلا يحط فيها يتنيها شوي يعني. قال له المقنطرة ليش يعني؟ عم يحكي على إيش؟ عم يحكي على الذهب المصنع. على إيش عم يحكي؟ المصنع يعني دخل فيه المعرفة الإنسانية، صار شهوة. شو دخلت فيه؟ المعرفة الإنسانية صار شهوة. يعني هذا القرآن يا جماعة دقيق كثير. لا سواء زوينة للناس، قال له إيه؟ قال له الناس طبعا ذكور إناث، هذول بيشتوا هذا كله. أنا شاكر كثير حضوركم، شكرا كثير. في شيء؟ هن كثير كانوا حابين دكتور يحكوا عن الكيمياء، ذكرت لحضرتين. جلسة ثانية إن شاء الله بنجي زيارة ثانية بإذن الله. بنشوف كثير على مجيئكم، تصبحوا على خير. باي باي.